الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين، وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فجتني رسالة من أحد الشباب امبارح تقريبا أو أول امبارح. الرسالة بيقول لي فيها انسى إن حد يجي يوم الجمعة. ليه بقى؟ لأن الأهلي والزمالك هيلعبوا، ولأن هولندا هتلعب، ولأن الأرجنتين هتلعب في كأس العالم. معقول يا جماعة؟ فيعني الواحد والله في غاية السعادة بالشباب اللي جم، وفي غاية السعادة بالشباب برضه اللي إن شاء الله هييجوا، يعني بس بعد ما يشوفوا شوط ولا حاجة. هو الوقت ماتش إيه بالظبط؟ أنهي ماتش من منظومة المباريات دي كلها؟ الواحد سبحان رب يا جماعة. السنة حوالي 40 اسبوع ولا 45 اسبوع، حوالي 20 اسبوع، كل ما اجي الاسبوع ده لا ده الاسبوع ده الاهلي والزمالك يلعبوا، بعد اسبوعين كده ده الاسبوع ده مش عارف نهائي الامم الاوروبيه كاس الامم، بعدها نخلص من كاس الامم الاوروبيه ندخل في كاس الامم الافريقيه، نخلص من كاس الامم الافريقيه ندخل في كاس العالم، ما صدقنا لسه ما خلصناش من كاس العالم ندخل في كاس مصر، لسه ما خلصناش كاس مصر يقولوا الدوري رجع تاني، بعد ما كل ده يخلص مش عارف دوره الكره الشراب هتتعمل، فين يا جماعه؟ ايه ده؟ هم بتوع الكوره دول ناس فاضيه ولا ايه؟ والله ناس فاضيه، سبحان ربي، يا حسره على الشباب. الشباب يفضلوا يتفرجوا على الكوره يتفرجوا على الكوره، واول ما الشاب يقول يلا يا شغل بقى، يلا بقى يبدا يشتغل ويعمل حاجه جد في حياته، يا اما يتشعلق في اتوبيس طالع على شرم الشيخ، يا اما يستخبى في سفينه طالع على ايطاليا، يا اما يروح ياخد من ابوه قرشين ويفتح قهوه شبابيه. يعني في قانون في مصر بيمنع ان صيدليتين يفتحوا المسافه بينهم اقل من 100 متر. احنا عايزين نفسروا قانون تاني ان ممنوع ان قهوتين يفتحوا المسافة بينهم اقل من 200 متر عشان الدخان بس بتاع ما يدخلش في بعضه. يعني والله يا جماعة الموضوع للأسف ما عادش تبع الشباب بس، واحد مش عارف مين كده نادر 200 الف ريال لكل لاعب سعودي لو السعودية وصلت للدور ال 16 في كاس العالم، يا اخي اتبرع بيهم للشهداء بتوع فلسطين يا اخي، ولا اتبرع بهم للحصان الاقتصادي والتجويع اللي في اهالي فلسطين، ولا اسر الشهداء بتاعت العراق، ولا للشباب المصري الغلبان اللي لا لاقي يتجوز ولا لاقي يشتغل ولا لاقي يجيب ثمن وصله الاي ار تي عشان يتفرج على كاس العالم. عايزين يا جماعه الناس تبدا تفتح دماغها معانا شويه. يعني قبل ما نبدا في موضوع درس الليل عايزين نسال سؤال، هو يعني السباق المحموم ما بين دول العالم في مسابقات الكوره، والتنافس المحموم ما بين جماهير شعوب العالم في مسابقات الكوره، اشمعنى اسرائيل عمرنا ما سمعنا ان هي الفريق اليهودي لكره القدم صرفوا له مش عارف ملايين عشان يلعب ولا عشان يكسب، اشمعنى اسرائيل دون دول العالم كلها هي البلد التي لا تهتم بالكوره، لا فريق تعبان كده مجرد سد خانه كده وخلاص، اشمعنى يا جماعه؟ اللي لسه في عقليته بقيه ذكاء في ظل هذا الواقع يفكر في السؤال ده شويه، اصل هم مش هيضحكوا بيها على العالم ويرجعوا هم اللي يقعوا فيها. فكان في قصه بتحكى في قديم الزمان، النجوم لواحد فقير وغلبان ومحتاج، قالوا له بص من اول الفجر ده اهو اطلع اجري وانطلق في الارض الواسعه الرهيبه اللي قدامك ده، هي كل ارض هتقطعها النهارده هتبقى ملكك، بس على شرط ان قبل ما المغرب يغيب قبل ما الشمس تغيب تكون رجعت لنقطة البداية. الراجل اول ما الفجر طلع يجري 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 كل ارض قطعها تبقى ملكي، فضل يجري لغاية ما نفسه بدأ يتقطع، فبدأ يكلم نفسه طب اقف شوية استريح شوية استريح، ده انا كل ارض هقطعها تبقى ملكي استريح ازاي؟ طلع يجري يجري يجري، بعد شوية خلاص نفسه هيتقطع ما عادش قادر، طب اجري بالراحة شوية ريح نفسك شوية، ريح نفسي ده انا هستريح راحة بس لما اوصل، ده انا هعيش باشا، ده انا كل الناس هتخدمني، ده انا هسكن في قصور ملهاش مثيل، ده انا كل الناس هتعظمني وهتنبهر باللي انا هوصل ليه، اجري واستحمل. فضل يجري ويقطع مسافات ورا مسافات لغايه ما خلاص وصل في الاخر هيقع من طوله، طب خلاص استريح شويه، استريح ازاي؟
ده انت لو استريحت كل اللي انت حصلته ده هو هيروح عليك لو ما لحقتش ترجع كل المسافه دي تاني. طب وبعدين اجري، حتى لو نفسك اتقطع، حتى لو طاقتك كلها راح اجري والحق. انا لا يمكن اضيع شقه عمري ابدا، لا يمكن بعد ما بنكتها، لا يمكن بعد ما بقت قدام عيني وفي ايديا كلها تروح مني، لازم اجري واجيب المسافه دي كلها تاني. فضل يجري يجري بيسابق الشمس، والشمس هتغيب وهو بيجري، والشمس هتغيب وهو بيجري، واخيرا يا جماعه وصل فعلا لنقطه البدايه قبل ما الشمس تغيب. ولكن للاسف كان وصل بعد ما بذل مجهود خارق، ادى في الاخر انه اول ما وصل سقط ميت عند نقطه البدايه داخل الارض اللي هو مالكها. جه الراجل اللي منحه الارض دي كلها قال لهم احفروا له نص متر في 2 متر جوه الملك الواسع ده هو كله عشان يتدفن فيه. هي دي اخرتها، هي دي اخرتها بعد جري الوحوش اللي الناس بتجريه في الدنيا ده، هي دي اخرتها مع ابو 40 مليار جنيه هو وال 40 مليار بتوعه، يوم ما يتحط في الكفن مش هيسوى الكفن 40 جنيه، هي دي اخرتها مع اصحاب الابراج والقصور واصحاب العقارات والعمارات، هي دي اخرتها مع عمار المصايف وعمار الشواطئ وعمار الدش والفضائيات، هي دي اخرتها مع شباب الجامعه وشباب المصايف يا جماعه، هي دي اخرتها. محدش فكر اخرتها ايه؟ لو الراجل ده كان فكر بس هو بيجري كده وفي النص 5 دقايق، فكر اخرتها ايه؟ لو الملايين اللي قاعدين يتفرجوا الوقت على المباريات وقفوا، مش هنقول سابوا المباريات، وقفوا بين الشوطين، يفكروا اخرتها ايه؟ لو الشباب اللي اول ما خلصوا الامتحانات طلعوا على المصايف يبرسوا ربنا بالمعاصي وبالكبائر، وقفوا فكروا اخرتها ايه؟ لو كل بنت متبرجه، لو كل واحد مننا الوقت وقف وفكر بس، اخرتها ايه؟ اخرتها ايه بعد جري الوحوش ده كله؟ اخرتها نص كيس قطن وكفن ونص متر في 2 متر في الارض مؤقتا لغايه ما حضرتك تبقى تراب يحط مكانك واحد تاني. للاسف الشديد عايزين نتكلم الليله يا جماعه عن عذاب القبر ونعيمه. الناس خارجه والشباب خارجين الوقت من الامتحانات، والناس كلها خارجين من الدنيا، القلوب خلاص مفضيه شحن، مش قادرين، عايزين نتشحن شويه في بدايه الاجازه. عايزين نتكلم عن الموت، عن عذاب القبر ونعيمه. هنتكلم الليله في العناصر التاليه. اول حاجه هنتكلم فيها مطمنين ليه؟ تاني حاجة هنتكلم فيها ماذا لو تكلم الكفن؟ 3 قبل أن يأكلك الدود. 4 ماذا يحدث داخل القبر؟ 5 مصيبة الموت. 6 أخرتها إيه؟ مطمنين ليه؟ ما حدش فينا وقف يفكر كده، احنا ما نفكرش ليه؟ حد فينا وقف يفكر؟ كلمة سرطان لما بتتقال قدام حد مننا بيترعب، بيترعب ليه؟ ياه ده بيحس بآلام فظيعة. طب كلمة موت لما بتتقال قدامك ما بتترعبش ليه من ألم الموت؟ كلمة سجن لما بتتقال قدامك ياه ده ضيق وحبسة وظلمة. طب كلمة قبر لما بتتقال قدامك ليه ما بتترعبش من الحبسة والظلمة اللي فيه؟ كلمة النور هيتقطع، لما النور بيتقطع على حد مننا الوقت واحد، يعني بعضنا وهو قاعد لوحده في الشقة ممكن يترعب ويتفكر. فزع. طب انت ما فكرتش انك انت هتتحط في مكان الظلمه اللي فيه ملهاش مثيل على وجه الارض وهتسكن فيها ليوم القيامه؟ احنا يا جماعه لما بنسمع كلمه امتحان بيجي الوجل في قلوبنا والرعب. ليه؟ امتحان يا اخي. تخيل لو جيت لواحد منكم كده في ثانويه عامه مثلا قلت له تتصور ان بكره امتحان ثانويه عامه؟ بكره تخيل هيعمل ايه؟ واسرته هيبقى حالها ايه؟ وبتوع ثانويه عامه هيبقى الفزع اللي في قلوبهم ايه؟ طب انت دلوقتي ما بتتخيلش ليه ان امتحان الاخره ممكن يبقى بكره؟ ليه ما بيجيش نفس الاحساس في قلبك؟ احنا لما بنسمع عن ناس ما بيذاكرش ده ممكن يسقط، وفي واحد ما ذاكرش واترفد، وفي واحد ما ذاكرش وابوه مات بحسرته عليه. طيب انت ما سمعتش عن عاقبه اللي عصى ربنا في امتحان الاخره؟ طب ما بنذاكرش ليه؟ طب ما بنتشطرش في امتحان الاخره ليه؟ مطمنين ليه؟ اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر، مطمنين ليه؟ وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، مطمنين ليه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله، مطمنين ليه؟ ايه اللي مطمنا؟ هو قوم لوط لما ربنا خسف بهم الارض كان بسبب الكفر بتاعهم ولا كان بسبب فعل اهل لوط اللي هم كانوا بيعملوه؟ كان بسبب الاثنين. يعني زي ما الكفر بيهلك المعصيه بتهلك، يبقى احنا مطمنين ليه واحنا مقيمين على معاصي الله سبحانه وتعالى؟ مطمنين ليه؟ اذا كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم ده من ألم الموت اللي السيدة عائشة قالت بعته والله لا أغبط أحدا بهوان موت بعد رسول الله. بعد كده لو شفت واحد الموت بتاعه سهل مش هقول يا بخته عند ربنا، لا، اللي شفته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطمنين ليه؟ إذا كان واحد زي سعد بن معاذ اللي اهتز ليه عرش الرحمن وفتحت ليه أبواب السماء وشاهد جنازته أفواج من الملائكة ضم عليه القبر وضاق عليه القبر، يبقى أنا وأنت نطمن ليه؟ مطمنين ليه إذا كان واحد زي إبليس عليه لعنة الله يروى في الأثر إنه عبد الله 80,000 سنة قبل أن يضل؟ واحد يقول لي 80,000 سنة دي جبتها منين؟ بلاش، خليني بعقلي وبعقلك على الأقل عبد ربنا قد عمره وعمرك 100 مرة على الأقل ثم ضل. يا جماعة ده الواحد مننا لو بياكل أكل قاعد ياكل أهو، بياكل لحمة وفراخ وكباب وسمك وكل أنواع اللحوم وما عندوش أكل بكرة بيبقى بياكل وهو بيتنكد. طب أنت ما عملتش حساب بوع 50,000 سنة يوم القيامة؟ ده الواحد مننا لو بيتسحر في يوم حر شوية زي الأيام دهيت بيتسحر، ربنا يأجر خير اللي بيصوموا في هذه الأيام، بيتسحر وبيشرب مية ورا مية ورا مية بيبقى حامل هم عطش بكرة. طب أنت ما حملتش هم عطش وحيلة بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا؟ يقول لك الراجل العاقل اللي يعمل حساب مستقبل ولاده من هما لسه أطفال، والطالب العاقل اللي يعمل حساب امتحان اخر السنة من وهو لسه في اول السنة، والانسان العاقل اللي يعمل حساب المستقبل. طب ليه ما بيقولوش ان الانسان العاقل هو اللي بيعمل حساب مشاكل الاخرة من وهو لسه في الدنيا؟ ليه يا جماعة؟ ليه المتدين ممكن يتقال عليه درويش وممكن يتقال عليه متزمت وهو الانسان العاقل الوحيد على وجه الكرة الارضية دي كلها؟ مطمنين ليه؟ ده انت لو داخل امتحان، الامتحان ده يا اما تنجح فيه يا تدخل دور تاني اخر الصيف يضيع معاه الصيف بتبقى داخل مرعوب، ولو داخل امتحان دور تاني لو سقطت فيه هتعيد السنة كلها داخل مرعوب اكتر، ولو داخل امتحان بقى نهاية البكالوريوس ولا الليسانس ولا حاجة مرعوب اكتر، ولو داخل امتحان بيترتب عليه وظيفة بره مغرية وباجر مغري بتبقى مرعوب اكتر. طب الامتحان اللي بيترتب عليه مصيرك امتحان القبر، انت مطمن تجهز الامتحان ليه؟ تبقى مش مصدق هذا الامتحان؟ تبقى مش حاطه في اعتبارك ولا مش متصور؟ ايه اللي مخلينا مطمنين؟ انت معتقد انك مش هتموت؟ طب ما رسول الله مات عليه الصلاه والسلام، وجبريل هيموت، وملك الموت هيموت، وصاحبك وحبيبك مات، انت مطمن لانك انت معتقد ان قبرك انت بالذات هيبقى واسع ومنور وكبير بأمرت ايه؟ مطمن لانك انت معتقد ان كل طاعه عملتها في حياتك الله تقبلها، وكل معصيه عملتها في حياتك ولسه هتعملها الله تاب عليك منها، وكل سبب من اسباب عذاب القبر وعذاب القيامه وعذاب الاخره انت ما ارتكبتوش، وكل سبب من اسباب هبوط العمل انت نجوت منه، مطمن ليه؟ ايه اللي مخلينا يا جماعه اللي بيفكر في هذه الامور وبيحطها قدام عينه بيوصل لكلمه واحده في الاخر، فكر النجاه. انا عايز انجو، انا كل هم دلوقتي ان انا انجو، انما اللي احنا عاملينه عاملين بالظبط احوالنا زي طالب مثلا طب عليه امتحان بعد ايام عمل وشفوي وتحريري وحالات وهو قاعد ما بيذاكرش ولا مذاكر وقاعد هادي، فتروح تقول له يا ابني انت طب هتعمل ايه في امتحان العملي؟ طب لو نجوت من امتحان العمل هتعمل ايه في امتحان الشفوي؟ طب لو طلعت من الاثنين هتعمل ايه في التحريري؟ طب هتعمل اهو بالظبط ده السؤال اللي احنا عايزين نسال لنا، طب هنعمل ايه في اسئله القبر؟ طب اسئله بميزان؟ طب الصراط؟ طب العرض على الله؟ طب العرض على النار؟ طب القنطره؟ طب هنعمل ايه في مرحله من مراحل الاخره؟ عشان كده الانسان والله يا جماعه ده بيفكر في احوال الناس في علامه تعجب قد الكره الارضيه دي كلها بتملى صدره، علامه تعجب، ايه الاستفسار اللي ممكن يودي في داهيه ده؟ تخيل انك انت في ثانويه عامه كده ونزلت تصلي وطالع لقيت اصحابك اللي في ثانويه عامه جايبين كوره وعاملين فريقين وقاعدين يلعبوا، ليه في الامتحان؟ انتوا بتعملوا ايه؟ طب يا ريتكم حتى كنتوا مذاكرين، كنا نقول غير كده، انتوا بتعملوا ايه؟ طب انت مطمن لانك انت معتقد انك مش هتموت دلوقتي بأمرت ايه؟ ما انت اللي قدك بل اللي اصغر منك مات قدام عينيك، واسباب الموت في هذه الايام لا ترتبط بسنة يا جماعه، السرطان يقينا مفيش واحد في المسجد دلوقتي حد من قرايبه او اصحابه او جيرانه او معارفه ما ماتش بالسرطان، السرطان ده بيفرق بين صغير وكبير، نزور اسم السرطان ونشوف سن اللي موجودين هناك على السراير، الصغير والكبير والطفل والراجل والمراه، يبقى ايه اللي احنا بعد كل ده بيخلينا مطمنين؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، ليه يا رسول الله؟ عشان حاجات كتير من أهمها إن الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، كل واحد صاحبك مات رسالة لك من الموت، كل واحد قريبك مات رسالة لك من
الموت. كل حادثة وانت بتسافر على الطريق شفتها قدام عينيك رسالة ليك من الموت. كل مرض ابتليت بيه في حياتك رسالة ليك من الموت. يبقى كل الرسائل دي بعدها لما نبقى مطمنين قدام ظاهرة مفزعة وفظيعة زي ظاهرة الموت. الموت اللي كسر الجبابرة ده فرعون الجبار العاد لما جاله الموت اتهد قال امن انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. فرعون الجبار اتهد بالموت. الموت اللي كسر ظهور الامراء والملوك هارون الرشيد لما جاله الموت مش انا وانت بكى حتى ابتلت لحيته ثم قال احملوني الى قبري. فلما ذهب قال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. اللهم يا من لا يموت ارحم من يموت. معاوية بن ابي سفيان لما قتله الموت فقال اين كنت انت كنت فين حينما كان غصن الشباب ريان. اللهم ارحم الشيخ العاصي ذو القلب القاسي. الموت يا جماعة ابقى الصالحين. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان كل ما يشوف القبر يبكي يحير. كانوا بيبكوا لما يشوفوا القبر او يفتكروا الموت. انت بكيت كم مرة لما افتكرت القبر؟ بكيت كم مرة لما زرت المقابر كم مرة؟ احنا بكينا في منا ناس بكت لما الفريق بتاعها خسر الماتش ولا مصر خرجت من كاس العالم. وفي اخوات بكوا لما الفيلم اللي بيتفرجوا عليه البطل مات في الاخر. وفي منا شباب بكوا لما تقدموا لها وابوها رفضهم. وفي منا ناس بكت لما شالت مادتين. كم مرة بكيت لانك هتتدفن تحت التراب ويتردم عليك وتتسئل عن ساعة في عمرك اللي انت قضيته. كم مرة يا جماعة بكينا من اجل قضية الموت وقضية سؤال الملكين وقضية ضيق القبر وظلام القبر وحبسة القبر. كم مرة عايزين كل واحد مننا يفكر الف مرة ساعة ما هتيجي تموت هيتنزل عليك ملائكة تقول لك ابشروا بالجنة ولا يتنزل عليك ملائكة تقول لك اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ساعة ما تيجي تموت هيتنزل عليك ملائكة بيض الوجوه وجوههم زي الشمس المضيئة ولا ملائكة سود الوجوه. ساعة ما تيجي تموت هتكفن روحك في حنوط من حنوط الجنة ولا مسوح من مسوح النار. ساعة ما تيجي تموت وروحك تطلع هتستحيها ابواب السماء ولا هتغلق تنهى ابواب السماء والعياذ بالله. عايزين نفكر المؤمن الصادق عامل بالظبط زي الطير اللي لما يتحط في الزيت المغلي الزيت يطشطش لما يتقلب على جنب تاني الزيت يفور تاني. هو ده قلبك كل ما يفتكر معنى من معاني الموت والاخرة القلب يفور الخوف اللي فيه من الله. تفتكر سؤال الملكين الخوف يفور في قلبك. تيجي تهدى لسه هتهدى تاني تفتكر ضد القبر وحبسته الخوف يفور في قلبك. تيجي تهدى تاني تفتكر عذاب القبر الخوف يفور في قلبك. هو ده المؤمن الحق يا جماعة. يبقى مطمنين ليه؟ يبقى الناس اللي قاعدة الوقت مطمنة والناس اللي بره دي والناس اللي بتالهوا والناس اللي مقيمة على المعصية وعلى الغفلة والناس اللي متذبذبة في علاقتها بالله تيجي شوية وتروح شوية والناس اللي يعني بتقدم رجل وتأخر لك كل دول مطمنين ليه؟ ثانيا رقم اثنين ماذا لو تكلم الكفن؟ كفى بالموت واعظا. احنا الليلة عايزين نقول كفى بالكفن واعظا. احنا الليلة عايزين نتخيل ان كفني وكفنك هو اللي قاعد مكاني الوقتي وهو اللي هيتكلم في الميكروفون وهو اللي انطقه الله الذي انطق كل شيء. عايزين نتخيل لو الكفن اتكلم يا جماعة هيبقى فصيح قوي والله. هيقول كلام مفيش داعية في الارض كلها يعرف يقوله. لو الكفن خطب كل واحد مننا هيقول لي ايه وهيقول لك ايه وهيقول لك ايه وهيقول اللي ماشيين بره في الشارع ايه. هيقول لكل واحد مننا انت بتهرب مني ليه؟ ده انا اكبر حقيقة في حياتك كلها. انا اللبس اللي يقينا هتلبسه في حياتك في يوم من الايام. انت افتح الدولاب بتاعك وحطني جنب بدلة فرحك وجنب هدوم خروجك حطني جنبهم. ممكن اي هدمة من الهدوم اللي في الدولاب ما تلبسهاش ما يجيش عليك اليوم اللي تلحق تلبسها فيه. انما انا لا يمكن ما تلبسنيش ابدا. لو الكفن اتكلم مع العصاة اللي بيعصوا ربنا واحنا اكتر ناس بتعصوا ربنا لو الكفن اتكلم مع العصاة يقول لهم ايه؟ هيقول لهم انا كفن من غير جيوب. يعني ايه؟ يعني الانسان اللي فاق حياته كلها عشان ياخد كل شيء بيخرج في الاخر من غير ولا شيء من غير جيوب. يعني ايه؟ يعني لا في جيبة تحط فيه موبايل حد يرنلك عليه ولا في جيبة تحط فيه علبة سجاير ساعات ما تتوتر في سؤال الملكين تطلع سجارة وتاخد نفسين ولا في جيبة تحط فيه علبة برفان لما الريحة تبدأ تطلع في القبر ترش شوية برفان ولا في جيبة تحط فيه علبة تكياج عشان اللي بيحصل والتغيرات اللي بتحصل في الوش نبدأ نجملها شوية. مفيش جيوب. وفي نفس الوقت يا جماعة القماشة بتاعته قماشة دبلان ضمور حرير قط ما عادتش فارقة خلاص
واللون بتاعه له اورنج وله مطرد وله بدمت، لا ابيض من غير اي خيوط، كله زي بعضه. يا عشان كده الكفن بينادي كل عاصي بيقول اياكم واي معصية. ساعة ما تتلف بيا وتتحط تحت التراب تندم على انك انت عصيتها وانت كنت لسه فوق التراب. اياكم والاختلاط، اياكم والدش في القنوات الاباحية الغير دينية، اياكم والتلفزيون، اياكم والغناء، اياكم واي معصية تندم عليها لما تنزل قبرك، اياكم والسفور والاختلاط والتبرج والمكياج. لو الكفن كلم الغافلين في جمع الدنيا عن الاخرة هيقول لهم ايه؟ وانظر لمن حوى الدنيا باجمعها، باجمعها الراحة منها كلها من اولها لاخرها بغير القطن والكفن. لا والله يا رب ما راح باي حاجة غير القطن والكفن. لو الكفن اتكلم مع المتبرجة هيقول لها ايه؟ هيقول لها هتتحجبي، هتتحجبي، لا هتتنقبي. اصل الكفن ده حاجة زي النقاب بالظبط، هيتلف عليك لا لون بقى الوان ولا تفصيلة ولا قصة ولا هتبقى، لا هتتغطي كلك من اولك لاخرك. يبقى غطي نفسك قبل ما تتغطي غصب عنك، غطي نفسك بقراطك قبل ما تتغطي غصب عنك. لو الكفن اتكلم مع كل الناس وكل الدنيا هيقول لكل انسان ايه؟ هيقول له انا السجن اللي هتتحبس فيا لغاية ما تدود دودة دودة تاخد من جسمك الرزق اللي ربنا قسمه لها. الدودة دي لها رزق في عينيك، والدودة دي لها رزق في قلبك، والدودة دي لها رزق في بطنك لغاية ما كل دودة تاخد رزقها. انا اخر ثوب هتلبسه في الدنيا ده كلها، بعده مش هتلبس ابدا غير يا اما ثوب من ثياب النار يا اما ثوب من ثياب الجنة. ربنا يجعلنا من اهل الجنة جميعا. بيقولك انا الشاهد الوحيد هل هيحصل عليك لما تدخل القبر، ودي النقطة الثالثة يا جماعة. قبل ان يأكلك الدود، قبل ان تتحول من احسن خلق واحسن تقويم الى اسفل سافلين، قبل ان يأكلك الدود. تخيلوا كده لو انا جيت كلمتكم او انت سمعت من اي حد عن واحد ايديه، والعياذ بالله بتحصل كتير يعني المرضى امراض كتيرة، ايديه حصل فيها تعفن وما تلحقتش لدرجة ان الدود طلع فيها، هيبقى احساسك ايه؟ هتبقى مقشعر كده ومرعوب. طب ما انت عضو في جسمك هيحصل له كده. طب لو قلت لك بقى ان هم سابوها شوية لغاية ما الريحة قلبت المستشفى والمكان اللي هم فيه، هتحس انك انت جسمك بتاخد كده طب ما انت هيحصل في عضو من جسمك كده. يا جماعة كلمتكم قبل كده زمان عن الجثة ممكن يحصل لها بعد ما تموت، بس لما جيت اقول الكلام يوميها صعبته عليا، فقلت بلاش اتكلم وافصل. انما الواحد دلوقتي بيفكر طب بلاش ليه؟ بلاش، ما احنا لازم نفوق. انت ليك روح وليك جسد، قاعدين نهتم بالجسد وناكل الجسد ونشرب الجسد ونريح الجسد وناسيين الروح تماما وناسيين الدين تماما. فربنا بيقول لك بقى شوف رحلة جسمك جوه القبر، شوف جسمك بيحصل له ايه عشان تعرف جسمك اللي انت عشت عشانه الدنيا ده كلها في الاخر بيحصل له ايه لما يدخل القبر. ياه، اول ما الواحد بيموت في اول ساعات بعد موته اول حاجة يقول لك الانسان بيتيبس. يعني ايه يتيبس؟ يعني يتسمر كده كأنه صنم منحوت كده في الوضع اللي هو مات عليه. لو واحد مات سند على حيطة يتيبس كده هو في الوضع اللي هو سند على الحيطة. طب لو واحد مات هو بيزني والعياذ بالله يتيبس في الوضع بتاع الفنا، والانسان يبدأ يتلج خلاص، يبقى عامل زي حتة الحديدة لو حطيتها في الصيف تسخن، لو حطيتها في الشتاء تبرد، وما عادش خلاص بقى يبقى الدكتور فلان والاستاذ فلان والحاج فلان والواحد صاحبنا راح يغسل ميت الاسبوع اللي فات، فبيقول لهم هو فين؟ قالوا له انت عايز الامانه؟ قال لهم عايز الامانه، ده اسمه الامانه خلاص بقى. لا عاد الدكتور، هات الدكتور فلان، قلبه الدكتور فلان على بطنه اما نغسل ظهره، ولا هات الدكتور فلان اما نكفنه، خلاص انتهت، خلاص بقيت الامانه او بقيت الجثه حسب الصيغ اللي بيستعملها اللي بيغسلوك في هذا الوقت. فاول ما الواحد يموت بعد بهذه الساعه، لو فتحت القبر على حضرتك او حضرتي او حضرة اي حد من اللي قاعدين معانا، بعد يوم واحد من موته هتلاقي ان البطن بدأت تتعفن والعفن بدأ يمتد لغاية ما خد البطن والفرج. اول حاجة اكثر حاجتين الانسان عاش حياته عشان كلهم، كل حياته عشان البطن والفرج، اول حاجتين بيعفنوا، بعد كده يبدأ التعفن يمتد للجسم كله، يبقى الجسم عامل زي رغيف العيش اللي بقاله اسبوعين لغاية ما يتعفن داير ما يدور كله، يبقى الجسم باللون ده. ياه، بعد ما كانت بتاخد حمام شمس عشان يبقى لونها برونزي، وبعد ما كانت بتدهن كريم اساس عشان المكياج
ينفعش يبقى يعني يتهيأ للناس ان هي بيضة على المكياج اللي هي حاطه فوقها، وبعد ما كان ده اسمر وده ابيض وده قمحي كله بيبقى اخضر والعياذ بالله. بعد كده تبدا العروق تتنفخ، عروق الجسم كله من فوق من اخمص القدمين الى مفرق الراس، عروق الجسم كلها تتنفخ وتبرد. تخيل لو شفت واحد كده وشه بس فيه عرق طويل كده بارز فيه بيبقى منظر ايه؟ طب تخيل لو الجسم كله بقى كده، تخيل ده في اليوم الاول. لو فتحنا في اليوم الثاني على فلان باشا وفلان بيه وعلان باشا هنلاقي ان المخ اتحلل والكبد اتحلل والطحال اتحلل والمعدة اتحللت والامعاء اتحللت. لو فتحنا في اليوم الثالث على اجمل بنت في المنصورة كلها واجمل بنت في الجامعة والنادي كلهم مش هتقدر تفتح ابدا. ليه؟ اول ما هتشيل طوبة بس كده هتلاقي ريحة تقلب المقابر كلها، هتبدأ الريحة تطلع. عارفين لما واحد يجيب كذا بخاخة معطر جو يفضل يبخ، كل عضو من جسم الميت في اليوم الثالث بيبقى بخاخة بس بتبخ ريحة لا يمكن ان تطاق. اللي كانت ما تعرفش تنزل الا بالبرفانات، واللي كان ما يعرفش غير بعض الحمى الركسونة والمش عارف ايه والحاجات ما دي حاجات دي حاجات كويسة، انما اللي بتنزل بالبرفانات ما تعرفش تنزل غير بيها. وبعدين هي دي اخرتها يا جماعة. لو فتحنا على ملك جمال العالم بعد اسبوع واحد بس، اسبوع واحد بس هنلاقي الوش. بيقولك بعد اسبوع ده بقى المرحلة بتاعت الوش، الوش بقى حاجة تانية خالص. العينين تفضل تتنفخ تتنفخ لغاية ما تفرقع. اللي كانت مكحالة ومسكرة وايلاينر ومش عارف ايه، اللسان اللي اختب دي وجارتك وصاحبتك وكل اللي انت عرفتيهم يبدأ يطلع ويبوظ من البق والوش يتنفخ ويسود والعياذ بالله. ده كل ده بعد ايه؟ بعد اسبوع واحد. بعد ما كان الوش ده لازم تخرج ووشها ده معمول في ايه بقى؟ ساعة قدام المراية عشان وشها ده لوحده. بعد اسبوع تخيلوا بعد 6 ساعات بس من موت اجمل نساء العالم. اجمل نساء العالم مين اللي بيقولوا عليهم؟ مين اللي بيقولوا عليهم مش جميلات؟ اللي بيقولوا عليهم جميلات مالين من روح. اخ شاف صورتها بعد 6 ساعات من موتها بيقول ما بطقش اسمع اسمها من يومين. بعد 6 ساعات بس من موتها. ديانا سبنسر اللي كانت وهي مع دودي تحت النفق 5000 مصور قاعدين يصوروها، اول ما ماتت ولا واحد منهم لاقصلها صورة واحدة، خلاص ما عادش لها قيمة. اول ما ماتت بس بقى وشها ملوش قيمة. مش بعد اسبوع. طيب ولو بعد 10 ايام؟ بعد 10 ايام بيبقى الوقت. لو فتحنا بعد 10 ايام بقى على دكتور فلان والبشمهندس فلان بتلاقي كل حاجة بتبدأ تفرقع، البطن تبدأ تنفجر بعد ما تتنفخ. يعني يا جماعة والعيد كلام قاسي ولكن هي دي الحقيقة. الاعضاء التناسلية تبدأ تنفجر برضو بعد ما بتتنفخ. كل حاجة في الجسم لو في اكل في المعدة لسه يبدأ يترجع، لو في اي فضلات تبدأ تخرج. تخيلوا المنظر بيبقى شكله ايه؟ تخيلوا منظر البني ادم اللي كان ما يمشيش غير في قمة الايافة والشياكة، تخيلوا منظره ساعتها بيبقى شكله ايه؟ لو بعد 14 يوم بعد اسبوعين فتحنا على يعني اي واحدة كان اي حد بيهيم بها حبا في حياته كلها هيفاجأ ان الشعر وقع والضوافر وقعت. الشعر يعني الشعر بقى للرجال والستات بقى. تخيلي شعر راسك اللي ياما اتعمل عند الكوافير وياما اتعمل له حمامات شعر. تخيلي السوالف اللي كانت بتتعمل لما الشعر يتعمل، يعني خد لي شعري درجة 2 بس خد بالك من السوالف. السكسوكة دوجلاس تبدأ تقع، كل الحواجب اللي اتنمصت واتخططت تبدأ تقع، كل حاجة تبدأ تقع. الاسنان الجميلة اللي كانت بتعمل ضحكة ساحرة لما الاخت تتصور مع الشلة بتاعتها اخر الموسم الجامعي، ولا لما الاخت تلبس فستان سواري وتحضر في فرح من الافراح وتتصور وتضحك ضحكة ساحرة كده مع زميلاتها اللي لابسين زيها، ولا 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 الاسنان دي تبدأ تقع. لو بعد 15 يوم فتحنا على الحاكم فلان والملك فلان والباشا فلان والرئيس فلان هنلاقي الدود بدأ يغطي جسمه كله وبدأ يظهر. الدود والله يا جماعه عارفين اللي يقولك الدبانه الزرقاء مش هتعرف لك سكه، اهي الدبانه الزرقاء دي هي بتشم ريحه البني ادم من بعد 5 كيلو. لو واحد مات توصل له وتحفر، لو هو مدفون ومقفول عليه تحفر ممرات تحت الارض لغايه ما توصل لجثته وتبدا تخرج الدود، تبدا تبيض البيض والبيض يخرج الدود. لو فتحت تربه في هذا الوقت تلاقيها مليانه دبان حي ودبان ميت ودود حي ودود ميت والعياذ بالله. بعد 15 يوم ده لو فتحنا على الملك فلان ولا الرئيس فلان اي حد بقى ما عندكش فرقه. بعد
ست شهور بيتحول هذه المنظومة كلها الى هيكل عظمي لسه متماسك مع بعضه. ما حدش في اي حاجة. لو فتحنا على رونالدو وروماريو وريفالدو وراؤول، الناس اللي كانت لهم اجسام دول ياخدوا الملعب ساعتين رايح جاي، بعد سنة واحدة بس هتلاقيهم شوية عظم متنطور ما فيش اي علاقة بينه وبين بعضه. لو فضلت لغاية 25 سنة وفتحت على اي حد هتلاقيه بقى بودرة قبل ان يتحول الى تراب. ما عادش في حاجة بس غير عجز الذنب اللي هي بيسموها في الطب الكوكسيك، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي دي الحتة اللي بيبعث منها مرة اخرى. عشان كده سيدنا علي رضي الله عنه مرة كان ماسك اناء مية كده فجي يرفع بقه يشرب، فنظر اليه وقال الله اعلم كم فيك من عين كحيل وخد اسيل. يا ترى انت البوس بتاعك ده ممكن كان عين واحدة كانت مكحلة وكانت حلوة قوي، ممكن الايد اللي انا ماسكك منها دي كانت خد بتاع واحد ممكن. يا جماعة مش بيبقى تراب وبعد كده الله اعلم ايه اللي بيحصل الا الشهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى. عشان كده التغيرات اللي احنا قلناها دي كلها ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، ممكن تحصل بسرعة جدا وممكن تبطأ جدا. عقبة بن ابي معيط اللي اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الاذى في مكة، اللي مر الرسول وهو ساجد في الكعبة خنق رسول الله لغاية ما كان هيموت وابو بكر هو اللي دفعه، اللي مر ابو جهل قال من يأتينا بجزور بني فلان يجيب لنا الرفص بتاعها يجيب لنا الامعاء بتاعتها يلقيها على محمد وهو ساجد، هو اللي ابجبها والقاها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عقبة بن ابي معيط قتل في غزوة بدر بيقول لك ان هو تعفن فورا لدرجة ان من ريحته ما قدروش ان هم يشيلوا يدفنوا مع الناس، ردموا عليه التراب في المكان اللي هو فيه. في حين العكس عبد الله بن حرام لما ابنه بعد اكتر من 15 سنة حوالي 15 سنة من موته جه ينقل القبر بتاعه في عهد عمر بن الخطاب، فيقول ففتح القبر على ابيه فوجده كما هو ويده على اذنه، فلما رفع يده سال الدم من اذنه. دكتور طب شرعي كان بيكلمني، ودكتور طب شرعي ده هم اللي تخصصهم الحاجات دي، بيقول لي واحد في جنوب سيناء اتضرب بالنار وهو ساجد، كان بيصلي وهو ساجد اتضرب بالنار، بيقول اتأخروا ايام ثلاث ايام، دول يعني خلاص المفروض الجثه بيبقى الصوت حل، ثلاث ايام اتأخروا ثلاث ايام في نقله لغايه المكان اللي هو يتشرح فيه عشان يعرفوا الملامسات الجنائيه للحادث. بيقول اتنقل وكان في الصيف، يعني الكلام ده بيبقى اسرع والاحداث دي اسرع. بيقول نقل كما هو دون ان يتغير منه اي شيء. يبقى ممكن الحاجات دي تزيد وممكن الحاجات دي تقل. انا بقول كده ليه؟ زي ما قلت لكم يا جماعه اصل الجسد احنا مهتمين بيه قوي قوي قوي، لسه هنتكلم الوقت الروح بيحصل لها ايه بقى عشان نعرف ان جسمك وكل ده بيحصل له شوف روحك بيحصل لها ايه، عشان بعد كده تقرر انت هتهتم بدي ولا بدي، انت هتعيش حياتك عشان تشبع رغبات مين وتشبع ملذات مين وشهوات مين، وتشتغل عشان تصلح مين في الاثنين. قبل ان ياكلك الدود لازم كل واحد منا ينتبه. انت ربنا خلق عينك في احسن تقويم وايدك في احسن تقويم ورجلك في احسن وكل عضو من اعضائك لما بتدخل القبر كل عضو من اعضائك بيبقى في اسفل سافلين. ليه؟ عشان ربنا يعرفنا ايه هي قيمه الجسد اللي احنا عايشين عشانه كل الدنيا دي. أربعة، ماذا يحدث داخل القبور؟ يا ترى ايه اللي داخل القبر؟ يا ترى يا جماعة الناس اللي مش مصدقة اللي بيحصل داخل القبور يقول لك يا عم عذاب قبر ايه ونعيم قبر ايه واللي بيحصل داخل مين يا جماعة؟ والله اللي ما يصدق الكلام ده مجنون، مجنون لان كل كلمة من الكلام ده عليها الف دليل، ومجنون لانه هيضيع نفسه. لو جيت قلت لك في اسد هيجي أسد. يا عم اسد مين اللي يخرج من جد يا ابني؟ في اسد والله العظيم. يا عم اسد ايه اللي يمشي في الاسفلت مع الشارع؟ هتفضل مكانك لغايه ما تسمع السعير بتاعته، لغايه ما تسمع السعير بتاعه. يبقى اذا يا جماعه اللي ما يصدقش الكلام ده يبقى هو اللي بيبني على نفسه. في الوقت اللي جسدك فيه شوف بيحصل له كل ايه؟ كل ده بيحصل للجسد. شوف الروح بيحصل لها ايه بقى؟ شوف في الوقت ده روحك بيحصل لها ايه؟ شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول في حديث البراء بن عازب من اروع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ان المرء اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره. انقطاع، انقطاع يعني ايه؟ عارف لما الكهرباء تتقطع فجأة؟ اهو انت بالظبط كده فجأة، نازل من بيتك رايح محلك، رايح شغلك، رايح جامعتك، رايح دراستك، مسافر نازل البحر في المصيف، مسافر مع واحد صاحبك على الطريق وفاتحين على الرابع، فجأة تنزل ملائكة، ورا ملائكة، وراهم ملك الموت، إيه ده؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ روحك، ليه؟
لمقابلة الملك سبحانه وتعالى عشان رايح الى الله. تخيل فجأة ان المرأة اذا كان في انقطاع من الدنيا، ايوة لازم تصدق ان هيجي اليوم اللي هتتقطع صلتك فيه بكل شيء من اشياء الدنيا انت مرتبط بيه. هيتقطع صلتك باحبابك واهلك وجيرانك ومرأتك واولادك ودراستك وشغلك، هيتقطع صلتك بالمسجد اللي كنت بتصلي فيه، وهيتقطع صلتك بالمكان اللي كنت بتتفسح فيه. ان المرأة اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة اتاه ملائكة بيض الوجوه وجوههم كالشمس. الله اكبر، انا عايزك تعيش بقلبك بعد الحديث ده. انا بقرأه حسيت بانبهار، كل كلمة من كلماته تجيب انبهار. وجوه كالشمس، الرسول بيقول فيجلسون منه مد البصر. يا جماعة انتوا تخيلوا كده وانت بتموت كده بقعد تشتري باللي حواليك وفجأة تلاقي الدنيا بتنور. ده لو شمس واحدة طلعت شوف تنور ايه. تخيل بقى مئات الشموس او الاف الشموس، تخيل النور اللي بدأ يطلع عليك. وجوههم كالشمس معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة. يعني ايه؟ يعني معاهم لبس من لبس الجنة وعطر من عطر الجنة. ليه؟ اصل انت طالع تقابل الملك، انت في رحلة الى الله. الوقت ينفع ده انت لسه خارج من سجن، مش الدنيا دي سجن، الدنيا سجن المؤمن. ينفع تروح تقابل الملك بلبس السجن؟ ما ينفعش، لازم تطلع تقابل الملك بلبس بقى ايه يليق بجلال الملك. فيحضروا لك اللبس ده، عشان كده حنظله غسيل الملائكه. ليه غسلوه؟ اصل هيطلع يقابل الملك، لازم يقابل الملك وهو طاهر. عشان كده يبدا الملائكه يحضروا لك دول فيجلسون منك مد البصر. تخيل بقى وانت بتموت دلوقتي وانت بتبص قدامك كده، خلاص انت ما عدتش شايف اللي حواليك من البشر، بتبص لقيت المنظر الرهيب ده، قلبك هيجي في اطمئنان قد ايه وفرح قد ايه. ثم ياتي ملك الموت فيجلس عند رأسه. طب ملك الموت ما بيجيش في الاول ليه؟ عشان ملك الموت ده منظره فظيع. يروى في الاثر ان منظره بس للي يشوفه اشد من الف ضربه بالسيف. فتخيل لو ملك الموت اللي جالك في الاول، هتترعب. رحمه ربنا وحب ربنا ليك يجيب لك الملائكه المنوره دي الاول. فيجلس ملك الموت عند رأسه ويقول اخرجي ايتها الروح الطيبه الى مغفره من الله ورضوان. اعلان النتيجه بقى، ملك الموت بيعلن لك النتيجة من اولها عشان تبقى مطمن وفرحان. فتخرج روح المؤمن تسير كما تسير القطرة من في السقاء، زي ما نقطة مية تنزل كده. الله، ده ايه السهولة واليسر ده؟ فلا يدعونها في يده طرفة عين. من شدة حبهم ليك ما يسيبوش روحك طرفة عين. ما بيه انا عايزك تحس ان روحك الوقت هي اللي بنتكلم عنها، هي اللي بيحصل لها ده. ما يسيبوش روحك ولا لحظة، ويقوموا ماسكينها حاطينها في الحطوق في الحنوط بتاع الجنة، ومكفنينها في الكفن بتاع الجنة التعطير واللبس. ثم يصعدون بها فيخرج منها ريح كأطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض. ده ريح ايه؟ ريحة ايه؟ مش ريحة الحنوط، ريحة عملك، ريحة قيامك، ريحة جلسات الضحى بتاعتك، ريحة بكائك في السجود. فيخرج منها هذه الروح الريح الطيبة. فكلما مروا على ملأ من الملائكة، طب تطلع الوقت اهو بقى، كلما مروا على ملأ من الملائكة قالت الملائكة ما هذا الروح الطيب؟ قالوا انها روح فلان ابن فلان بأحب أسمائك. ده روح محمد، ده روح أحمد، ده روح أقول إيه بس، روح حازم شومان يا رب، ده روح فلان ابن فلان. فكلما مر على ملأ من الملائكة، الملائكة تسألهم ويردوا بأحب اسم ليك في الدنيا. بعد كده فإذا وصلوا إلى سماء الدنيا يستفتحوا له، افتحوا لفلان ابن فلان. فإذا كان مؤمن، أنت دلوقتي عبد مؤمن أهو إن شاء الله، فيفتح له. ثم يشيعه مقربو كل سماء، كل سماء الملائكة المقربة بتاعتها من فرحها بيك تنضم للموكب، تطلع للسماء الثانية ينضم للموكب أكتر، تطلع للسماء، كل ما تطلع الزفة بتزيد أكتر، والاحتفال بيزيد أكتر، والأنوار بتزيد أكتر، حتى تصل إلى السماء السابعة، قربت من الملك. فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. الله الله، لما ربنا يقول عليك كده. تخيلوا احد السلف وهو بيموت فضحك، فقالوا له مما تضحك؟ قال الى اين انا ذاهب؟ قالوا الى الله. قال وكيف لا اضحك وانا ذاهب الى الذي لا ارى الخير الا بين يديه؟ ما تضحكش ازاي؟ ما تضحكش ازاي؟ اكتبوا كتاب عبدي في لوحة الشرف بتاعت البشرية في عليين. ثم انزلوه الى الارض فمنها خلقتهم وفيها اعودهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. تنزل تاني للقبر بتاعك فيأتي لك ملكان في قبرك فيجلسانك. يجلسان ازاي يا عم الشيخ؟ ما ينفعش الكلام ده، كلام جميل وروحاني انما يعني ازاي يعني؟ ما بنشوفش حد بيقعد يا ابني،
يا ابني هو الواد انا لو جبت راديو وفتحته مش هيجي صوت قران؟ هيجي ولا لا؟ هيجي. لو قلبت هيجي صوت اغاني، قلبت هيجي صوت مسرحيه. الاصوات دي كانت فين يا جماعه؟ موجوده، بس انت الاله بتاعتك ودانك ما تعرفش تلقطها، لازم اله ثانيه عشان تلقطها. يبقى لو انت مش سامع يبقى الصوت مش موجود. مين اللي قال كده؟ طب انا مش شايف. قال هو انت لو مسكت ريموت وفتحت بيه عربيه ولا فتحت بيه كاسيت، هو انت شفت الحاجه اللي فتحت العربيه؟ يقينا في حاجه. طب انا ما شفتهاش ليه؟ لان الجهاز اللي معاك اللي هو عينك ما يعرفش يجيبه. يبقى مش كل حاجه انت مش شايفها مش موجوده. تخيل ان انت واحد صاحبك نام معاك في الاوضه كده وانت قاعد تذاكر او تقرا قران، فصحي بعد شويه قال لك يا اخي ده انا حلمت ان انا كنت في عربيه دلوقتي وطلعت القمر وطرت من السحاب. تقول له كذاب. يقول لك والله يا اخي انا شفته. تقول له والله كذاب يا اخي، والله شفته. انا لا شفتك ولا شفت العربيه ولا شفت القمر. يبقى ده ايه بقى؟ يبقى ده عاقل؟ يبقى مش عاقل يا جماعه. يبقى اذا فيجلي ثانه فيقولان له. تخيل بقى انت لسه نازل من عند مين؟ من عند ربنا، وهم بيقولوا لك من ربك؟ من ربي. يا ربي الله، هي دي عايزه كلام. عشان كده الجنيد لما جه يموت فقالوا له قل لا اله الا الله، قال لهم وهل نسيت حتى اذكره؟ هو انا امتى كنت نسيت ربنا سبحانه وتعالى؟ من ربك؟ ربي الله. حبيبي الله سبحانه وتعالى. من نبيك؟ حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الاسلام، اللي كنت عايش عشانه، اللي ضحيت عشانه بكل حاجه، اللي كان من فضل حبي ليه كان نفسي كل الناس تبقى دعاء، وكان نفسي انا نفسي ابقى داعيه الى الله من كتر حبي في الاسلام. طب ما علمك؟ القران طبعا. وانا اجيب علم منين يعني غير من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نجحت في الامتحان، الف مبروك، اوعدنا يا رب. نجحت في الامتحان، فينادي منادي من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه. خد بقى العطايا بقى، والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه. الله، شقه مفروشه مش بتطل على النيل يا جماعه، ولا بتطل على اول صف في راس البر ولا في الساحل الشمالي. شقه مفروشه بتطل على الجنه. تدفع فيها كام دي بقى؟ الشقه بتوع المشاهد دول بيدفعوا فيها كام؟ طب انت تدفع كام في شقه بتطل على الجنه؟ تدفع عمرك؟ والله قليل على شقه بتطل على الجنه. ثم يقال له افسحوا له في قبره مد بصره. ده الشقه دي مش 100 متر ولا 150 متر بقى ولا 200 متر، ده مد البصر. شوف المساحه بتاعتها شكلها ايه. كل كلمه لو انت فعلا روحانياتك عاليه كده وانت بتسمع الحديث تحس ان انت قلبك في السماء. ثم يمد له مد بصره. طب ما بينولوش القبر ليه؟ يا اخي ده الجنه بقت مفتوحه شباك كده طالع على الجنه، نور ايه اكثر من انوار الجنه في الوقت اللي هو فيه ده. ثم ياتيه رجل حسن الوجه، جميل حسن الثياب، لابس لبس حلو قوي، طيب الرائحه، ريحته جميله. فيقول له من انت؟ فوجهك الوجه الذي ياتي بالخير. يقول له ابشر بالذي يسرك، ابشر هذا اليوم الذي كنت توعد. انا عملك الصالح، انا صيامك وقيامك، انا جلسه الضحى اللي انت كنت بتقعدها، انا نقابك، انا نقابك اللي تعففت بيه عن فتن هذا الزمان، انا برك بامك وابوك، انا برك بزوجك، انا طاعتك لله وتكبيرات الاحرام اللي انت كنت بتدركها، انا حضورك للدروس ودعوتك الى الله وطلبك للعلم، انا عملك الصالح. فيقول رب اقم الساعه، رب اقم. لا اقم الساعه ايه بعد كل النعم اللي انت فيه ده؟ عارف ان في نعيم ثاني مستني. الراجل ده يا جماعه، الراجل ده افراح الروح بتاعته من فرح لفرح. اول فرحه عنده معايا كده، الافراح اللي قاعده تنزل عليه كل فرحه ما بينها وبين الثاني ثواني. اول فرحه ها كانت ايه؟ اول فرحه لما شاف انوار الشمس اللي نازله عليه دي اطمن. ثاني فرحه لما ملك الموت نزل يبشره. ثالث فرحه، ده ملك الموت نفسه اللي نازل يبشرك. ثالث فرحه بعد كده لما الملائكه حنطته في الجنه بقى ورفعته في السماء، وتخيل حموت، تخيل بقى عريسه بيتلبس لبس الزفاف بتاعه، تخيل فرحته قد ايه، بيلبسوه بيعطروه بيشيكوه. رابع فرحه الاكرام اللي هو خده بقى من الملائكه في السماء. تخيل، امال ليه الجنازه بتقول قدموني قدموني؟ ليه؟ ليه احب المؤمن لقاء الله؟ ما هو عارف التكريم اللي هو يشوف، بدا يشوف بوادر التكريم. لما تشوف كل التكريم ده تبدا بقى تحس انك انت عايز تطلع. رابع فرحه التكريم اللي انت بتشوفه، تخيل كل باب من ابواب السماء كده، ده مين؟ ده فلان؟ لا، فلان اللي كان ما بيسافش تكبيره الاحرام،
السماء اللي بعدها فلان اللي كان ما بيسيبش السنن الرواتب، السماء اللي بعدها فلان اللي كان بيصوب اثنين وخميس، السماء اللي بعدها فلان اللي كان في ماله حق معلوم للسائل والمحروم، السماء اللي بعدها فلان اللي عمرها لا اتفرجت على فضائيات اباحيه ولا بطت للولاد اللي رايحين وجايين في الشارع ولا كشفت حاجه من جسمها تفتن بها الناس ولا عملت علاقات مع شباب، السماء اللي بعدها فلان اللي كان بيدعو الى الله. تخيلوا بقى، تخيل الفرح اللي انت فيه يا بخت. والله يا جماعه اللي يعرف الكلام ده ما يبطل عمل صالح لله، يحترف في العمل الصالح طول حياته، يقتل نفسه باسترضاء الله. يا بخته اللي ربنا سبحانه وتعالى ده مهرجان، ده احتفال سبع سماوات بيه بايمانك وبعبادتك يوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى. الفرحه اللي بعد كده لقاء الله بقى، لقاء حبيبك سبحانه وتعالى، الله اعلم ربنا هيلقاك في هذا الوقت ازاي. الفرحه اللي بعدها لما تجاوب على سؤال الملكين، تخيل ان انت واقف مع دكتور الماده كده وقاعدين تضحكوا وتهزروا مع بعض، بعد كده ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى، بعد كده خرجت من الاوضه لقيت واحد بيقول لك دكتور الماده الفلانيه اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ده محفوظ في قلبي، دكتور فلان الفلاني طبعا. تخيل ان انت لو ما عرفتش جلال الله ساكن جوه قلبك، مش ممكن ما تجاوبش على اسئله الملكين. طب النجاح في امتحان الملكين، الفرحه اللي بعدها يا سلام الشقه المفروشه الجميله اللي انت خدتها اللي بتطل على الجنه، الفرحه اللي بعدها تشوف مقامك في الجنه مرتين كل يوم، الفرحه اللي ولو انت شهيد هتفرح في انهار الجنه، الفرحه اللي بعدها نعيم القبر بقى، شوف نعيم القبر ده موضوع غير اللي احنا بنقوله كمان، الفرحه اللي بعدها الفرح، كل دي فرحات ورا بعض تضيعها عشان ايه؟ طب شوفوا بقى الناحية التانية بقى، شوفوا المقارنة بقى، شوفوا الوش التاني. وإن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، الكلام ده احنا هنعيشه، كل واحد منكم هيعيشه يقينا على وجه التفصيل، اللي انتم بتسمعوه في أي هتعيشوه في سنين، يا جماعة الكلام ده هيمر بينا، يا جماعة القبور دي فيها نعيم عمرنا ما سمعنا عنه في الدنيا، وفيها عذاب عمرنا ما تخيلناه في الدنيا، وفيها غليان أشد من أشد قطر بيغلي على الطعام اللي فيه، وإن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه معهم نصوح من النار، لبس كثيف اسود تقيل من النار والعياذ بالله، ثم ياتي خلي الدنيا تظلمك كده، ثم ياتيه ملك الموت فيجلس عند راسه فيقول اخرجي ايتها النفس الخبيثه الى سخط من الله وغضب والعياذ بالله. ده ايه ده؟ الكبسات اللي ورا بعضها، فتتفرق في جسده، الروح تهرب تترعب، فينزعها من جسده كما ينزع التفوت من الصوف المبلول. تخيل الحديدة اللي متشعب منها تفرعات حديدية لو اتحطت جوه صوف واتنزعت هتقطع في الصوف، تخيل احساس الميت ساعتها زي واحد جسمه كله من جوه مسامير، جسمه كله شوات من جوه، طب بتهرب روحه ليه؟ ما تطلع، ما هي عارفه هتطلع ليه؟ هتهرب، فاذا خرجت لم يدعوها في يده طرفه عين، فيحنطوها بقى ياخدوها يحطوها في المصحف بتاعت النار، يبقى على طول تخيلوا لسه عالم الموت طالع منه، يقوم داخل في عالم النار والعياذ بالله، ثم يخرج منها ريح نتنه كانتن جيفه على وجه الارض، ريحه عمله المهبب والعياذ بالله، ريحه الاباحيه اللي هو عاش فيها، ريحه الشهوات اللي هو عبدها، ريحه بعده واعراضه عن الله سبحانه وتعالى، ريحه الكليبات اللي اتفرج عليها، ريحه المصايف اللي عمل فيها اللي عمله، ريحه وريحه وريحه، تخيلوا بقى ريحه عيش شبابك في الرحلات وعيش شبابك كل ده، فتخرج منه ريح نتنه كانت نجيفه على وجه الارض، ف يصعد بها الى السماء، فكلما مرت على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الريح النتنة؟ ايدي ريحة ايدي، تخيلوا يا جماعة، يعني هم أول ما طلعت من يده خدوها ليه؟ خدوا الروح ليه؟ الروح بتاعت الفاجر ده ليه؟ لأن من غلهم منه عايزين يحطوها في النار، وبعد كده يحطوها في حنوط من النار ليه؟ لو كلب ميت ومعفن هيلفوك إيه يعني والعياذ بالله؟ طب تخيلوا الريحة اللي طالعة من الروح الخبيثة دي جوه الحنوط بتاع النار، عشان كده مفيش ملك بيحب إن الروح دي تقرب منه ولا تعدي جنبه، فإذا ذهبت إلى السماء الدنيا استفتحوا لها فلم يفتح لها ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، لغايه ما الجمل يعدي كده من فرم الابره عمره ما هيعدي والعياذ بالله، شايفين الياس اللي بيبقى فيه؟ فيقول الله سبحانه وتعالى اكتبوا كتابه في سجين وانزلوه الى الارض فيحط الى الارض حطا،
عارفين لما كيس زبالة يترمي كده اهو الرمية اللي هو بيترمى ده، فيحصل الارض حطة حتى اذا جلس يجلسانه في قبره فيقولان له ملكان يأتيانه من ربه. ها ها لا ادري ما اسمعش، ما اعرفش ربنا مين، لا عرفه في الدنيا ولا عرفه في الاخرة، لا ادري ما اعرف. بنا لو جيت اسألك اسئلة انت عارفها، انت عارفها كويس، بس بسألك وانا بهزك وبنهرك مش عارف تجاوب، فما بالك باسئلة انت مش عارفها، من ربك؟ معرفش يعني ايه الكلمة اللي تقول، ما دينه؟ ها ها لا ادري، من نبيه؟ ها ها لا ادري. فينادي منادي من السماء ان كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار والعياذ بالله، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. شفت الساعة اللي الثاني كان فيها مد بصره، ده القبر بتاعه يبقى اقل من مساحة من مساحته هو نفسه حتى تختلف اضلاعه. ده الواحد لو اتضغط عليه لغاية اضلاعه اتكسرت، شوفوا الالم. امال لو الضلوع اليمين جت في الشمال والشمال جت في اليمين. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، قبيح الرائحة، فيقول له من انت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول له انا عملك السيء، انا المعاصي اللي انت كنت قاعد تعملها للنهار، انا اعراضك عن الله سبحانه وتعالى، انا كل انت كل اللي انت عملته اللي انت عارفه كويس قوي زي ما مكتوب في صحيفتك، انا هو ده بقى معاك ليوم القيامه، معاك في هذا القبر. لما يكون عملك الصالح معاك يبقى كنزك معاك، كنز معاك، كنز، مش فلوسك ولا اموالك، كنزك الحقيقي معاك بيدافع عنك ليوم القيامه. طب عملك السوء بقى والعياذ بالله، انا عملك السيء. فيقول رب لا تقم الساعه، رب لا تقم الساعه، لا تقم الساعه ازاي؟ ده انت العذاب اللي انت فيه مفيش بني ادم يتخيله فضلا عن انه يستحمله، ما هو عارف اللي بعد كده ايه، اللي بعد كده اشد من اللي كان قبل كده والعياذ بالله. رب الراجل ده عاش في عذاب شكله يا جماعه، عذاب فورا ورا عذاب ورا عذاب. اول عذاب، عذاب لما الدنيا سدت فجاه، تخيل المنظر الكئيب اللي بيبقى فيه والملائكه سود الوجوه نزل. تاني عذاب انه شاف منظر وش ملك الموت. تالت عذاب الم الموت وهو بيتفزع من روحه. رابع عذاب لما ملك الموت قال له النتيجة بتاعته مقدما وبشره بالنار وسخط الله غضب والعياذ بالله. خامس عذاب لما تلفف في مسوح النار، عذاب النار المادة هو بدأ يدخل في العذاب المادي. سادس عذاب العذاب الإهانة من الملائكة، وإنه ينادي بأقبح أسمائه في الدنيا والأسماء اللي كانت بتدل على معاصيه وفضايحه، وإن هو ييأس لما اللي بوقت تتقفل في وشه. سادس عذاب لما بيطرح ويترمي زي كيس الزبالة للأرض. سابع عذاب لما يتسأل سؤال الملاكين وما يعرفش يجاوب عليه. ثامن عذاب، تخيلوا كل ده ورا بعض ورا بعض ورا بعضه. ثامن عذاب لما يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. تاسع عذاب لما يفرش قبره من النار وكمان شبابيك على النار. تاسع عذاب لما يعرض عليه مقامه من النار مرتين. عشر عذاب، احنا قاعدين نعد نعد نعد. عشر عذاب لما يسقط في امتحان سؤال الملاكين. العذاب ال11 وال12 وال13. ال13 لما يعذب عذاب القبر بقى اللي هو غير كل ده، ده حاجه ثانيه اسمها عذاب القبر. ايه عذاب القبر ده؟ انتوا عارفين احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله اخبرنا اطراف من عذاب القبر، اطراف غريبه يا جماعه. يعني ان الشملة التي اشتملها لا تستعر عليه نارا في قبره، ممكن واحد قبره يولع عليه، يولع عليه. اه ليه؟ لانه اكل حق غيره. امال اكل المال اليتيم بقى واللي سرق واللي نصب واللي، امال دول بيحصل لهم ايه؟ طب اللي متفقل عن الصلاه بيحصل له ايه؟ تحطم راسه حتى تتهشم ثم تعد مره اخرى، لانها اتقلت عن الصلاه لرب العالمين سبحانه وتعالى، ده اللي اتقل عن الصلاه. طب امال يا جماعه اللي وقعوا في السنه والعياذ بالله، دول بيوضعوا في تنور في فرن بيشنوا فيه في القبر. انا عايز اقول اذا كان ده عذاب اللي زنى، امال عذاب المتبرجه؟ المتبرجه دي الاكثر ولا اللي زنى؟ ده المتبرجه دي هي سر انتشار الزنا في العالم كله. امال عذاب المتبرجه يبقى شكله ايه بقى؟ اللي كانت السبب في 99% من جرائم الزنا على وجه الارض، 99% والسبب في اثاره الشهوات دي كلها، يبقى عذابها شكله ايه؟ يبقى ده عذاب القبر. يبقى اكل مال اليتيم ما يفتكرش انه ينجو من عذاب القبر، يبقى اكل الرشوة والسحت ما يفتكرش انه ينجو من عذاب القبر، يبقى اللي منع زكاة ما يفتكرش انه ينجو من عذاب القبر، يبقى اكل الربا ما يفتكرش انه ينجو من عذاب القبر، يبقى اللي كشفت من جسمها اللي تفتن بيه الناس ما تفتكرش انها تنجو من عذاب القبر، يبقى اللي اتهمت واحدة غيرها في ارضها ما تفتكرش انها تنجو من عذاب القبر، يبقى اللي شرب مخدرات واللي شرب خمرة واللي ضيع فرائض ما يفتكرش انه هينجو من عذاب القبر. اذا كان رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم قال لنا ان اللي ما بيستفرقش من بوله بعد ما بيدخل الخلاء ما بيتطهرش من بوله بيعذب في القبر. امال باقي المعاصي بقى صاحبها يعمل ايه؟ عشان كده لما بقول لكم يا جماعه ان في قبور بتغلي على اهلها اشد مما تغلي القدور على الطعام، والله انا صادق في هذه الدعوه، انا صادق في هذه الدعوه بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يحدث داخل القبور؟ يا ترى ايه اللي بيحصل داخل القبور؟ كلمنا عن طرف منه. تنتقل بعد هذا الى مصيبه الموت. ايه مصيبه الموت ده؟ مصيبه الموت. هو الموت ده مصيبه ولا مش مصيبه؟ مصيبة ولا لا؟ مصيبة. انا اللي قلت كده، ربنا اللي قال كده، فاصابتكم مصيبة في الموت. يعني الموت مصيبة. طب مصيبة ليه يا رب؟ مصيبة ليه؟ قول مصيبة ليه ولا ليه؟ الكلمة دي يا جماعة عايزين نفكر فيها. مصيبة هو انك تعفن، دي مش مصيبة. ان انسان يعفن دي مش مصيبة. التعفن اللي بيحصل هو انك تنقطع عن اهلك وتفارقهم، دي مش مصيبة. هو ان يتقفل باب التوبة، دي مش مصيبة. هو ان تتقفل صحيفة، اذا كانت قفلت الصحيفة مش مصيبة. امال ايه المصيبة؟ ان تتقفل صحيفة اعمالك الصالحة وخلاص ما عادش هيزداد فيها، مش مصيبة. هو ان الواحد يدق ألم الموت، ان الواحد يشوف ملك الموت، دي مش مصيبة. اللي بيحصل لأهلك وحبايبك بعد ما انت بتسيبهم وبتدخل قبرك، دي مش مصيبة. كل ده يا جماعة ما هوش مصايب. عشان كده ايه مصيبة الموت دي؟ أول مصيبة، مصيبة التعفن اللي بتحصل. هو أخطر ابتلاء في الدنيا، زي ان الواحد يدود. هو أشد ألم في الدنيا، زي ان الواحد يعفن. هو اصعب وحدة في الدنيا انك انت ما بقاش لك حبيب في الدنيا، زي وحدة القبر. هو اخطر فقر في الدنيا، زي فقر الكفن. هو اشد ضيق في الدنيا، زي ضمة القبر. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه. على الاطلاق مصيبة. عينيك اللي كنت بتتلذذ بها للحرام هتبقى تراب. لسانك اللي كنت بتختم بيه الناس هيبقى تراب. قلبك اللي كنت بتحلم بيه بالمعاصي هيبقى تراب. انا وانت وانت كلنا، كل اعضائنا ده هتبقى تراب. الا من مات شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. مصيبة التعفن. المصيبة الثانية يا جماعة فتنة الممات. تعرفوا فتنة الممات اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ منها كل صلاة بعد التحيات، وامرنا ان احنا نستعيذ منها. عارفين ايه فتنة الممات؟ فتنة الممات دي الشيطان أغنية حياته ان هو يخليك تعصي ولا يخليك تكفر. ها؟ تكفر. تعصي ايه؟ تعصي ده ربنا يغفر لك وربنا يحفظه ويسعى، خليك تكفر. طب الشيطان ما يفلحش معاك. باقي على عمرك دقيقة، يبقى الشيطان هيحاول ان هو يكفرك في الوقت ده. طب ازاي؟ يقينا في حيل محدش يعرفها غيره في الوقت ده. هيعمل معاك ايه؟ اول حاجة هيعملها وانت روحك في مرحلة التراطي التشكيك، يشككك في دينك. ازاي؟ روي عن كثير من السلف انه يأتي لك في صورة واحد من حبايبك اللي ماتوا ويقول لك انا مت قبلك وعلمت ان اليهودية هي دين الحق فموت على اليهودية، وعلمت ان النصرانية فموت على، وعلمت ان، والعياذ بالله، وانت في مرحلة التراقي. لو ما عندكش يقين زي الجبال تعمل انت في السعرية. طب ما عرفش يشككك يخليك تموت من غير ما تقول لا اله الا الله. ازاي؟ يفكرك بشهواتك اللي انت كنت مستعبد بيها في الدنيا، اللي كان ما يعرفش في حياته غير الشهوات دي يفكروا بيها، اللي كان ما يعرفش في حياته غير الفلوس يجي يفكروا بيها، اللي كان ما يعرفش في حياته غير الشهادات يجي يفكروا بيها. عشان كده تلاقي تجار بيموتوا وما بيعدوا الفلوس، وتلاقي شرب الخمر بيموتوا وما بيتكلموا عن الخمر. ليه؟ يجي يفكروا بالشهوات ينسي لا اله الا الله، يموت من غير ما يقول لا اله الا الله. الحاجة الثالثة اللي ممكن يعملها انه يخليك ما تقولهاش، بس لو كان العبد مستعبد في المعاصي. يعني ايه؟ يعني واحد في طيارة بيموت بيحتضن، فاللي جنبه بيقول له قول لا اله الا الله ما يردش، قول لا اله الا الله ما يردش، قول لا اله الا الله ما يردش، قول لا اله الا الله. قال له الكلمة دي مش قادر اقولها، يربط لسانه. ده دي بتحصل مع اللي بيبقوا مستعبدين بقى من قبل الشيطان، اللي بيبقوا اتبعوه في الدنيا لدرجة انه يقدر يستعبدهم ساعة الموت. واحد بيقول له قول لا اله الا الله، قال كل ما اجي اقولها لساني يتعقد، مش قادر اقولها والعياذ بالله. يبقى المشاكل دي همها الاكبر ولا مشاكل الدنيا؟ اللي شايل هم مادتين اه ماشي، بس ده الاكبر ولا هم اول ليلة تحت التراب؟ اللي شايل هم عريس اتأخر شوية على ما يجي ماشي، بس ده الهم الاكبر ولا هم سؤال الملكين؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد،
مصيبة انقطاع التوبة، ان ما عادش في امل في التوبة، خلاص اتقفل باب التوبة. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني ايه يا رب؟ يعني الوقت انت لو واحد غلط في حقك الصبح مش هتقدر، غلط في حقك غلطة بسيطة ممكن تقعد سنة عما نفسك تصفو انك انت تسامحه. ربنا ممكن العبد يذنب النهار بالليل يفتح له باب التوبة. شايفين يا جماعة رحمة ربنا؟ يبقى لما باب التوبة يتقفل معناها ان اخطر باب من ابواب رحمة الله او باب من اعظم ابواب رحمة الله بيتقفل على العبد، والعياذ بالله. مصيبة ان العمل الصالح بينتهي، ان ورقتك بتتشد منك في اللجنة، ما عادش ينفع تكتب حاجة خلاص، لا عاد ينفع تمسح حاجة من اتكتبت، ولا عاد ينفع تزود حاجة على اللي انت ما كتبتوش. يبقى مصيبة يا جماعة ان الورقة بتاعت الاجابات بتاعتك اتقفلت وهتتسلم الا لو ليك حسنة جارية من بعد موتك. مصيبة ألم الموت. هو ألم الموت ده حاجة بسيطة؟ يعني أختين، يعني منهم بنت ماتت، فأختها اترعبت للموت لمدة شهور، نفسها تشوف أختها بره في الرؤية، فشافتها في الرؤية بعد 7-8 شهور، فقالت لها الموت ده عامل إيه؟ قالت لها الموت ده حاجة لا يمكن حد يقدر يوصفها غير اللي مر بيها، حاجة ما تتوصفش. ألم ده من شدة ألم الموت ربنا جعله من ضمن أنواع العذاب اللي أهل جهنم بيتعذبوا بيه، ويأتيه الموت من كل مكان. من أنواع عذاب جهنم ألم الموت، والعياذ بالله. ألم الموت يا جماعة، عشان كده المحتضر اللي بيشوف محتضرين أو بيتعامل مع محتضرين تلاقيه في الأول يبدأ يبقى تعبان، مش قادر، يقعد يتأوه، بطنه بتوجعه، لا أنا صدري بيوجعني، لا مش عارف آخد نفسي، مش الحقوني شوية، ويبدأ يسكت خالص، لا يقدر ينطق ولا لو كلمته يرد عليك، هو ما عادش حاسس بالألم. لا لا لا، ده حد هيدخل في غيبوبة، وفعلا يدخل بعدها في غيبوبة. ممكن الألم، بل يقينا الألم بيزيد بس مش قادر يعبر ساعتها. بعدها بيبدأ يدخل في مرحلة يعني مرحلة بيسموها العيان بجصب. العيان بجصب يعني ايه؟ يعني انت بتاخد في الدقيقة حوالي 20 نفس او 25 نفس، هو ما يقدرش ياخد النفس غير كل 15 ثانية، يعني 3-4 مرات في الدقيقة كلها. تخيل الم الالم ساعتها. انت الوقت وانت سليم امنع نفسك انك تاخد نفس غير كل 15 ثانية، وشوف الحالة بتاعتك بيبقى شكلها ايه. عشان كده عمرو بن العاص بيموت قال كأن السماء انطبقت على الارض وهو بينهم، زي ما تكون السماء دي كلها فوق صدره، وكأني اتنفس من فوق بإبرة حتى يقضي الله وترتفع روحه من جسدي. ألم، ولو ترى، بس لو تشوفه، ولو ترى ان الظالمون في غمرات الموت، زي ما يكون واحد غرقان في بحر كده له قادر يطلع ولا هو روح بتطلع منه، لا هو بيطلع ولا هو بيتساب في غمرات الموت، والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، والعياذ بالله. يبقى المنظر مش زي المنظر الهادئ اللي احنا بنشوفه، لا ده في منظر تاني ربنا بيؤكد لينا ان هو ده المنظر الحقيقي اللي بيبقى حادث في هذا الوقت، والعياذ بالله. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ان الموت ده من انواع تكفير السيئات، يعني لما تعرف ان سيئاتك بتطلع عليك عند الموت، يعني لما تعرف ان الم النزع بيزيد كل ما يكون عليك سيئات، يبقى انت لازم قبل ما توصل لمرحله النزع تكون صحيفتك دي بيضة، عشان ما تتعاقبش بالم الموت بتاعت موتك بالسيئات بتاعتك. ازاي؟ الحسنات الماحيه يا جماعه، كاس الضحى ماشي، قيام ليل اجري، نقاب البسي، اي حاجه تقدر تمحو بيها السيئات اللي عليك امحو بيها السيئات اللي عليك. حضور دروس، 7 شرايط، صحبه صالحه، قرايه قران، حفظ قران، اي عمل صالح تقدر انك انت تستنقذ بنفسك من الم الموت، يبقى طهرة الى هذا العمل الصالح. ثم بعد هذا ملك الموت انك هتشوف. يعني ايه ملك الموت؟ يعني هو ملك الموت ده واحد جاي ياخد ايدك ولا رجلك؟ ده لو واحد جاي يقطع ايد ولا يقطع رجلك هتترعب منه، فما بالك بواحد جاي ياخد روحك؟ يبقى المنظر بتاعه ده شكله ايه؟ احد الرؤساء العمل، يعني ناس الرؤساء في العمل بتاعهم قاعد على المكتب بتاعه وكان شديد مع الموظفين بتوعه، وهو معاهم فجأة بص قدامه كده قال ايه ده؟ وتبول على نفسه، بيجروا عليه بيشوفوه لقوه فقد الروح. المنظر اللي شافه خلاه يتبول على نفسه ده اللي هو ملك الموت. عشان كده لما ملك الموت بيدخل بيته وياخد روح تلاقي كل اللي في البيت بيعيطوا. بتعيطوا ليه؟ انتوا كام واحد في البيت؟ 5. يبقى ملك الموت ده يقرر هيزور البيت 5 مرات، دي مش اخر زياره هيزورها، يبقى بتعيط ليه؟ فهذا قدر ربنا قدره على بني ادم، ان في ملك بياخد الروح. كان ممكن ربنا يقول للروح كوني او اصعدي فتصعد،
ولكن الله قدر ان يبقى في ملك وهو ملك الموت ينزع هذه الروح من الانسان من مصائب الموت وحيل بينهم وبين ما يشتهون. خلاص اتحال بينه وبين فلوسه، اتحال بينه وبين مراته اللي بيحبها، اتحال بينه وبين اولاده، كأن جدار ما بينه وما بين كل ما في هذه الدنيا. واخيرا اخرتها ايه يا جماعة؟ اخرتها ايه لما تقف تبص للجامعة كده ومنظر الشباب اللي فيها او منظر مدرسة ثانوي بنات او اولاد؟ اقعد فكر كده بعد 50 سنة الناس اللي واقفة قدامي دي هيبقى شكلها ايه؟ اللي عايش منهم اصلا هيبقى شكله ايه؟ نظرة الشباب والجمال ده هيبقى شكله ايه؟ اخرتها ايه؟ بعد 50 سنة بس المنظر ده كله هيبقى شكله ايه؟ انا متخيل الملائكة كده لو هي بتبص الوقت على كاس العالم والملايين اللي قاعدين يقوموا كل ما جون يجي والالوف المؤلفة من الشباب بتوعنا اللي سايبين الصالة وقاعدين قدام التلفزيون وبرافو يا رونالدو والعبها صح يا بيكهام ومش عارف ايه يا زيدان وقاعدين كأنهم قدام ايه؟ تخيل كده الملائكة دي وهي بتبص ايه اللي بيجي في قلبها تجاه انسان؟ يا ترى يا جماعة اللي بيجي في قلبها؟ ألهذا خلقتم؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا جايين الدنيا واحد له رب بيراقبه من فوق 7 سماوات وهيتحاسب على النقير والقطمير، بتعملوا ايه؟ ايه الاطمئنان اللي انتوا مطمنينه للدنيا ده؟ ايه الغفلة اللي انتوا غفلين؟ في غفلة للدرجة دي؟ في غفلة ممكن تصل الى هذه الدرجة يا جماعة؟ يعني اختي كانت بتقول انا مش عارف انا هموت، انا ما اقدرش اتحاسب، انا عارف انا لو اتحاسبت هيحصل لي ايه؟ يا جماعة احنا في جملة كتير، احنا لو اتحاسبنا هيحصل لنا ايه؟ المكالمات اللي بتيجي للواحد مكالمات عجيبة والله. الو ايوه اتفضل حضرتك لو سمحت، حكم البنوك الغير اسلامية، يعني كمان مش حتى البنوك اللي كاتبين عليها كلمة اسلامية كده ما بتضحك على الناس، الغير اسلامية ايه؟ والله ربا يا اخي ان شاء الله. طب سلام عليكم. الو لو سمحت، حكم الاختلاط وان اصحاب والحبايب والمش عارف ايه؟ والله يا اخي لا يجوز. طب شكرا. الو لو سمحت، حكم الرحلات بتاعت يوم الجمعه ولا بتاعت يوم مش عارف ايه ولا الصيف ايه؟ والله يا اخي لا يجوز. طب شكرا. لو سمحت، حكم المش عارف ايه يا جماعه في ايه؟ حكم الاغاني الواحد ايه؟ الناس عادت غرقانه في معصيه الله، الناس لهذه الدرجه اصبحت غرقه في هذه المعصيه. كنت بقرا في كتاب تاريخ من ايام فلقيت جايبين منظر لمدينه رومانيه، ربنا خلى بركان يثور في دقائق المدينة كل اللي فيها مات. الواحد يا اخي فكر سبحان ربي، ايه المعاصي اللي خلت دي يهلكوا؟ مفيش معصية واحدة فيها مش موجودة في المجتمع بتاعنا الوقت، مفيش. المعاصي اللي احنا بنمارس ربنا بها دي مفيش امة قبل كده مارست ربنا بهذه المعاصي مجتمعة الا الامم اللي احنا بنسمع قصصها في قصص الامم الهالكة والعياذ بالله. فالحد فين يا جماعة؟ واخرة اللي احنا بنعمله ده ايه؟ واخرة المعاصي اللي احنا، واخرة حب الدنيا اللي في قلوبنا، اخرت شدة التعلق بالدنيا اللي مال القلوب بتاعتنا دي اخرها ايه؟ يعني تخيلوا كده، تعالوا الواحد قاعد يعيط على واحد حبيبه مات، اسأله كده انت بتبكي ليه؟ اسأله هيقولك ايه؟ انا ببكي على انه مات في عز شبابه، انا ببكي على البهدلة اللي اتبهدلها قبل ما يموت والمرض اللي مرضه، انا ببكي على عياله اللي سابهم. مش ده اللي بيتقال؟ في حد هيقولك انا ببكي على الحساب اللي بيتحاسبه الوقت في القبر، ولا ببكي على المعاصي اللي عملها الله اعلم بيعفى عنه الوقت فيها ولا بيعذب عليها؟ ايه الغفلة اللي احنا قعدنا فيها دي؟ احنا بنفرح ليه وبنزعل ليه؟ تخيلوا كده لو دكتور جراح في البيت بتاعه وواحد قام رايح الساعة 3 الفجر وقام خبط عليه جامد، فالراجل فتح الباب قال له في ايه؟ قال له في 2 عيانين محتاجين عمليات جراحية على نواف في العيادة بتاعت حضرتك وعايزينك تعملهم العمليات. هيقول له ايه؟ قوي قوي ما شاء الله ربنا يبارك فيك اتفضل. طب والله ما انت واقف بره الباب اتفضل لغاية ما البس واجي معاك. طب تخيل بقى لو خبطت عليه الساعة 3 الفجر فتح لك قال لك في ايه؟ قلت له ده في 100,000 واحد فرنساوي اسلموا الليلة في فرنسا، هيعمل فيك ايه؟ انت جاي تصحيني الوقت البيت عشان الخبر ده؟ طب تخيل لو رحت لمدرس الساعة 3 الفجر وقلت له انا جايب لك 5 مجموعات، 5 مجموعات ده لو اتصلوا بيا الفجر يتصلوا في اي وقت. طب لو قلت له ده في قرية كاملة او قبيلة كاملة من قبائل افريقيا دخلت في الاسلام وفي رحمة الله الليلة، هيعمل فيك ايه؟ تخيل يا جماعة احنا عادة قلوبنا دي معجونة في حب الدنيا، محجونة والعياذ بالله. كثير من الخلق عايزين نستنقذ قلوبنا من حب الدنيا قبل لحظة الموت، قبل ان نلقى الله سبحانه وتعالى، قبل ان نصعد الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده اخر حاجة عايز اقولها في درس الليلة، اخر حاجة عايز اقولها ان احنا عايزين نعيش حياة مودعين. عايزين يا جماعة نصلي صلاة مودع. جربت انك تصلي صلاة مودع؟ انت عارف يعني ايه صلاة مودع؟ تخيل انك انت واقف كده وملك الموت واقف على باب المسجد، يعني هياخد روحك وانت خارج هتصلي. يعني انا الوقت رايح لربنا هتركع له ركوع شكله ايه وانت عارف انك هتقابله بعد دقايق؟
سجودك بين ايديه هيبقى شكله ايه؟ انت عارف انك رحت قبله بعد دقايق، هيبقى صلاتك شكلها ايه؟ وصلاه مودع، يعني لا راجع لمراتك ولا لبيتك ولا لاولادك ولا لدنيتك، يبقى كل اللي انت كنت بتفكر فيه وتنسى ربنا في الصلاه، ما عدتش هتفكر فيه لانك مش راجاله، زي عبد الله بن رواحه كده وهو في غزوه مؤته لما زيد اتقتل وجعفر اتقتل وبقى هو اللي هيمسك الرايه، فلقى نفسه متردد. طب متردد عشان ايه؟ قال يا نفس بالك لا تقدمين الزوجه فهي طالق، ام المال فهو صدقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني ايه اللي هيقف بينه وبين ربنا؟ اي حاجه تقف بينه وبين ربنا هنسفها من طريقه. فاكرين لما اتكلمنا من سنه ونص عن القلب الشاحنه، القلب اللي عامل زي الشاحنه اللي بتنسف اي حاجه واقفه في طريقها، هو ده القلب اللي احنا عايزينه، القلب اللي ما فيش حاجه تقف في طريقه الى الله سبحانه وتعالى، اللي لو في حاجه وقفت بينه وبين ربنا ينسفها من طريقه وينطلق في طريقه الى الله. عايزين يا جماعه نتوب الى الله توبه مودع، نتوب بقى، نتوب. هنتوب من ايه؟ نتوب من الذنوب، ذنوب كتير بس مش دي المشكله الوحيده. نتوب من الغفله بتاعتنا اللي اشد من الذنوب، نتوب من التذبذب في علاقتنا بالله شويه كده وشويه كده، نتوب من المعامله اللي احنا بنعامل ربنا بيها اللي احنا ما نرضاش ان مخلوق يعملنا بيها، نتوب من ضعف اليقين اللي في قلوبنا والشك اللي في قلوبنا، نتوب من الامراض اللي في قلوبنا، نتوب من ان احنا بنحب الدنيا اكثر ما بنحب الاخره، وبنحب المخلوق اكثر ما بنحب الله، بنحب اولادنا وزوجاتنا واعمالنا واشغالنا اكثر ما بنحب الله سبحانه وتعالى. هنتوب من حاجات كتير قوي يا جماعه، والموفق هو اللي هيعرف هيتوب من ايه ولا من ايه. عايزين في اخر درس الليله يعني ما نبقاش اتكلمنا وخلاص، او يعني علينا صوتنا وخلاص، عايزين في اخر درس الليله يا جماعه فعلا نتواصى مع بعض بحاجات لو عملناها الخوف من الموت يدخل قلوبنا ويحرق قلوبنا. يعني في كذا حاجه كده الواحد فكر فيها، كل حاجه هتعملها من الحاجات دي هتزود باذن الله الخوف في قلبك في هذه القضيه، هتزود التفاعل مع قضايا الاخره في قلبك. اول حاجه زياره المقابر، انك تزور المقابر. طب خد بالك وانت رايح تزور المقابر خد معاك وكمان عندك في البيت واسمع في شريط عن الموت هناك، او خد معاك كتاب عن الموت وروح اقراه هناك. روح يا اخي زور المقابر، انت خدت زور المقابر ليه؟ روح زور زور المكان اللي الواحد اللي اخره الواحد فيه ده. يعني بل يعني لو واحد مننا يثبت ميعاد اسبوعي لزياره المقابر هتبقى حاجه جميله قوي يا جماعه، قوي. مثلا بعد العصر يوم الجمعه، كل جمعه مثلا شوف اليوم الفاضي بتاعك. تاني حاجه طبق الروشته بتاعت سيدنا ابو بكر، الاربع حاجات، انك انت تروح تمشي ورا جنازه وتتصدق وتعود مريض الاربع حاجات دول اللي هم المشي ورا جنازه وايه؟ والصدقه وايه؟ والصوم وايه؟ وعيادة مريض. أربع حاجات اللي يجتمعوا في يوم فيه فهو من أهل الجنة. طبق الأربعة دول ولما تروح تمشي ورا جنازة استثمرها فرصة وزور المقابر بهذه المناسبة، يبقى دي تاني حاجة كرر دايما الروشتة بتاعت سيدنا أبو بكر كلما استطعت. تالت حاجة ودي غريبة أوي بس حاجة مؤثرة أوي واللي هيعملها هيستفاد أوي، اشتري كفن وحطه في الدولاب بتاعك. يا بقى يا أخي كفن، أنت بتفول علينا يا حبيبي. يا جماعة يا جماعة السلف كانوا بانيين في بيوتهم مقابر يا جماعة، كانوا حفرين تربة في بيوتهم عشان لما قلبه يقصى يشيل الغطا وينزل في القبر اللي تحت الأرض في بيته، وإحنا بنقول بتفول علينا. لو حطيت كفن في الدولاب بتاعك ما أنت هتلبسه هتلبسه، اشتري كفن كده وكل شوية اقفل على نفسك وطلعه كده ولفه حوالين نفسك، أو ملاية بيضة وعينها وكل شوية طلعها كده ولفها وقف في المراية كده شوف منظرك هيبقى إيه. دي تالت حاجة. رابع حاجة زور المقابر. طب ما دي كانت أول حاجة، لا، زور القبر اللي لو مت بكرة هتتدفن فيه. يعني إيه؟ عارف مقابر عيلتك؟ أه طبعًا عارفها، مش ده القبر اللي أنت لو مت هتتدفن فيه؟ زور القبر ده هو بالذات، روح اقف هناك، لو لقيت قبر مفتوح بص للقبر ده وقول أنا لو مت بكرة هتدفن في ده، لو مت بكرة هدخل في ده. زور القبر اللي فعلا انت نفسك فعلا لو مت هتدفن فيه، هتلاقي فيه تأثير جامد جدا على قلبك في هذا الامر. الامر اللي بعد كده هتعله الخامس، زور المقابر. وبعدين بقى راجل طيب، زور مقابر ايه؟ زور قبر اصحابك اللي ماتوا، وزور قبر حبايبك اللي ماتوا، زور قبر صاحبك اللي مات. ايوه زوره فوق وقف قدامه كده وفكر، انا خدت فرصه انا عملت بيها ايه؟ من يوم ما هو مات لغايه الوقت ايه اللي انا زدته؟ وايه اللي انا كسبته؟ وايه اللي انا استثمرته في الفرصه ده ايه؟ الحاجه اللي بعد كده اكثر من سماع شرائط الموت.
اسمع كتير الشراط اللي بتتكلم عنه، ما شاء الله ما اكثرها ما اكثرها، اسمع الشراط اللي بتتكلم عن الموت دايما، بحيث ان القضية دي تبقى قضية حية في قلبك. دايما قلنا الكفن اللي في الدولاب، وقلنا زيارة المقابر، وقلنا الروشتة بتاعت النوى بصر، وقلنا انتظار المقابر، خد معك وكمان او كتاب عن الموت وثبت الزيارة دي اسبوعيا، وقلنا انك انت تزور القبر بتاعك، وقلنا انك انت تزور قبر اصحابك اللي ماتوا، وقلنا انك انت تسمع شرايط الموت، والحاجة الثامنة انك تجرب مرة اقعد في الشقة بتاعتك بس اقفل الكبس المركزي بتاع النور، اقفله خالص وعيش الليلة دي في الشقة والنور ضلمة، وتخيل كده. ويا سلام بقى لو انت قلبك جامد، في واحد عملها بس مش عملها في الشقة، ده دخل يعني لقى الفجر بيروح عليه، ده حتى هو كاتب القصة بتاعته على النت، دخل المقابر الفجر ودخل في قبر مفتوح وقعد فيه، حاجة فظيعة، قلبه جامد، عايز واحد عايز قلبه يحيى، يعني ربنا يحيى قلوبنا جميعا. لو قفلت النور بقى حاول تنزل كده تحت كنبة او تحت شفونيرة او تحت السرير، يا سلام. ويا سلام لو جبت الملاية بيضة ولفتها بقى، فيلم رعب. جرب بس على الاقل مسألة انك تطفي النور دي، جربوا يا جماعة جربوا. يبقى دي 8 حاجات، 8 أدوية فعالة بإذن الله سبحانه وتعالى في إحياء قلوبنا في مسألة القبور. يا جماعة يعني احنا احترنا مع ماتشات الكورة مش عارفين نعمل ايه، يعني مقدما كده الجمعة الجاية في ماتش مهم، بس الجدول كاس العالم معاه الاخ جاب لي جدول كاس العالم الجمعة الجاية يا جماعة في ماتش، عشان الواحد يعرف بس لان ماتش ايه، بس درس الجمعة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله درس مهم جدا باذن الله سبحانه وتعالى، ولان ان شاء الله احتمال كبير جدا من اول الجمعة الجاية ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى من اول الجمعة الجاية هنبدا البرنامج الصيفي باذن الله، المشاريع العلمية والتعبدية والدعوة، هنبدا البرنامج الصيفي وبرنامج اللي هو يعني كمان برنامج استعداد رمضان وبرنامج تربية قلبية من اول الاسبوع الجاي باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني لو في ماتش مهم حد يقول لي او حد يبعث لي رسالة. الاخوة اللي اهاليهم هيشيلوهم غصب عنهم ايدين ورجلين ويقيدوهم ويحطوهم في العربية ويطلعوا بهم على المصيف، ما هو لو ما عملوش معاك كده يبقى مالكش عذر انك تروح، الا لو رحت مصيف بقى ما فيش في ناس في وسط الفتن اللي شاب ما اتجوزش يروح المصرف يعمل ايه يا جماعه؟ بنضحك على نفسنا، بنضحك على نفسنا، احنا مش بنقول المصرف حرام، انما المصرف في ظل عدم الانضباط الشرعي الفظيع اللي موجود في مصايفنا ده ما ينفعش ان شاب يروح فيه ابدا ابدا، ما ينفعش ان واحد له جسد فيه شهوه يروح فيه او فتاه. يبقى اذا افرض ايدوك غصب عنك وودوك، يبقى هتختم القران كل اسبوع هناك وهتصوم كل يوم، مش هتفطر ابدا. ليه بس العذاب ده؟ ما هو انت اصلا الشهوه جواك شعله، هتروح هناك هتبقى حريقه عايزين نطفيها، يبقى نطفيها زي الصيام، وهتسمع شريط كل يوم هناك. طب اجيب فلوس منين؟ فلوس المواصلات وفلوس السكن وفلوس الاكل اللي هناك جبتوها منين؟ زي ما جبتوها اجيب فلوس الشرايط ان شاء الله. وطبعا قيام الليل وجلسه الضحى دي حاجات اساسيه مش هنتكلم فيها، واذكار الصباح والمساء. لسه في حاجه؟ ده اللي يروح المصيف، اللي هيقعد هنا بقى هيعمل الحاجات دي برضه، بس اللي راح المصيف الاثر القلب بتاع الشهوات اللي هيشوفها هتضيع الاثر القلب بتاعه، هيبقوا الاثنين متعادلين، هيرجع زي ما راح. انما اللي هيقعد هنا ويعمل الحاجات دي ربنا هينور له قلبه ان شاء الله. عشان كده يعني عايزين يا جماعه قبل ما نبدا البرنامج الصيفي ان شاء الله باذن الله، لان بمجيء الاسبوع الجاي هيبقى 95% من طلبه الجامعه خلصوا، قبل ما يجي المجيء الصيفي عايزين اسبوع تجهيز، اسبوع تشحيم، اسبوع تسخين، اسبوع نسخن، لان الطلبه بتخرج من الاجازه منتهيه، حتى اللي مش طالب بيخرجوا من الفتره دي خلصانين. عايزين اسبوع عباده بقى، نعمل فيه ايه؟ حاول انك تجتهد الاسبوع ده على قد ما تقدر. لو انت عايز نصيحتي اختم، مش اختم المصحف، اقرا كل يوم 3 اجزاء. مشغول خليهم جزئين، مشغول خليهم جزء، مشغول خليهم حزب. انما اللي عايز يسخن قوي يا جماعه 3 اجزاء في اليوم، وصوم اثنين وخميس، وصوم اثنين وخميس، وبعد العشاء قوم الليل، ما تستناش للفجر، والله ربنا فتح لك قبل الفجر رزق من الله، انما بعد العشاء قوم صلي ما تيسر لك ان تصلي، اللي ربنا ييسره لك، بحيث انك انت على اخر الاسبوع تبقى قلبك لان شويه، واسمع كل يوم شريط، وحبذا لو كان شريط من شرايط الاخره، بحيث انك انت تيجي الاسبوع الجاي ان شاء الله وانت قلبك لين، والصدقه
يعني يبدو ان مفيش جمعية جت الاسبوع ده, او الجمعية اللي احنا اتكلمنا معها ما جتش الاسبوع ده. فيعني يا جماعة موضوع الصدقة ده, مستشفى الجامعة قدامنا هي, ليه ما من اصحابك وادخل مستشفى الجامعة, عمال الامن اللي على الباب هيقولك انت رايح فين, هتقول له والله انا دخل ادي الفلوس دي صدقة المرضى جوه, خلاص هيقوم مدخلك هيقوم سايبك. ادخل نقي اي مريض, يا اخي انا معيش غير 10 جنيه, ال 10 جنيه دي والله هتفرق مع ناس كتير جوه. يا جماعه حاولوا انكم يعني تطلعوا صدقه كتير على ما تقدروا, كل ما يتلم معاك 20 30 جنيه منك على من اصحابك او حتى 10 جنيه, ادخل مستشفى الجامعه اديها لواحد مريض جوه, ثواب ليك عند الله سبحانه وتعالى. وفي 3 مريضات بمرض الذئبه الحمراء, وده مرض شديد يعني في احيان كتير جدا بيبقى يعني ممكن يبقى قاتل الا ان يشفي الله سبحانه وتعالى طبعا, وطبعا قدره ربنا في كل شيء. ففي 3 مريضات بالذئبه الحمراء محتاجين علاج, العلاج ده بحوالي 150 جنيه او اكثر كمان شهريا للثلاثه على بعض. فاللي مستعد يدخل الثلاثه يتصل بيا وانا اديله النمره اللي من خلالها يوصل لهم الدواء ده كل شهر باذن الله سبحانه وتعالى, ويبقى ده عمل معروف لاجل الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للدعاء اللي هنتواصل به هذا الاسبوع, يعني تتوقع دعاء ايه كده؟ ايه الدعاء اللي متوقعينه؟ في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سابوش ولا مرة بعد صلاة, بل امر امر صريح مباشر للامة كلها ان هي تقوله بعد ما تخلص التحيات, لدرجة ان بعض الفقهاء اوجب هذا الدعاء بعد التحيات. الدعاء ده الرسول استعاذ من 4 حاجات: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات. فتنة الممات اللي احنا اتكلمنا عنها في درس الليلة, فتنة المحيا اللي هي الفتن اللي من ايدينا اهي, فتن المصايف والاغاني والسفر والتبرج والدنيا والاموال والاولاد, كل دي فتنة المحيا. ومن فتنة المحيا والممات, ومن شر فتنة المسيح الدجال, اشد فتنة على وجه الارض من فتن المحيا. يبقى 4 حاجات تستعيذ منها بعد التحيات في كل صلاة, ثبتها كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم, اشد حاجة. ارجع ورا شوية يبقى القبر اللي قبل جهنم, واعوذ بك من عذاب القبر. ارجع ورا شوية يبقى ساعة الموت, واعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ارجع ورا شوية يبقى قبل القيامة الكبرى, قبل علامات اللي هي علامات القيامة الكبرى, واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. نثبتها يا جماعه ونعيش معاها بقلوبنا, واحنا بنقول فتنه الممات دي واحنا بنقول عذاب القبر ده, نعيش بقلوبنا مع الذكر عشان يبقى له اثر في صحيفتنا باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحقيقه ان الليله يعني انا مش عارف والله كميه الكتب والمصاحف اللي الشباب والاخوات ربنا يبارك فيهم اتبرعوا بيها كبيره جدا يعني, وحاجات غاليه بصراحه جدا, فمش هينفع طبعا ان احنا نوزعها كلها. انا كنت جايب معاك كيس مصاحف ولكن سبحان الله نسيته. فيعني والله في اخت متبرعه بالمصحف ده, المصحف المرتل ده, ولكن يا جماعه المصحف ده يعني اللي هياخده ده لازم يكون له ثمن. يعني الوقت لسه 3 شهور ونص على رمضان, لا مش من اول كده لسه 3 شهور ونص ممكن تاخده, ربنا لسه 3 شهور ونص على رمضان. مين اللي يجتهد في انه يحفظ على الاقل 10 اجزاء قرآن في الثلاث شهور ونص دول قبل رمضان؟ يعني رفع ايدك مصمم كلام مؤكد يعني عزيمة, بس اصل هو مشروط, اصلا هو مشروط, مش مشروط بشرط. اللي بعدها بقى طب اتفضل يا اخي, هتحفظ 10 اجزاء ان شاء الله باذن الله. يا سلام, غزوات الرسول للاستاذ وجدي غنيم, ده ايه اللي ده؟ انتوا النهارده رزقكم واسع قوي, شفتوا بقى اللي يسيب ماتش الاهلي والزمالك ربنا يفتح عليه ازاي. طب مين ياخده بالشروط الاتيه؟ رقم 1 يحفظ 10 اجزاء قران, لا 10, ويسمع المجموعه ويعمل فيها اللي هو عايزه بقى بعد كده. طب خلاص الشيخ ما شاء الله. هو بس يا جماعة اللي يبقى يجيب حاجة, ما شاء الله الكتاب ده جميل جدا يعني, اللي يبقى يجيب حاجة يبقى يستشيرني قبل ما يجيبها, عشان ايه يعني في كتب معينة انا عايز اصلا ان احنا نقراها جميعا.
كتب معينه، فاللي عايز يجيب مثلا 10 كتب يقول لي، بحيث ان انا اقول له هات كتاب كذا، لان الكتاب ده هيتوزع وكلنا هنعرفه، ففي كتب معينه نفسي ان كله يقراها. فيعني من ضمن الكتب ده هي الكتاب اللي جابته الاخت ده، هي جزاها الله خيرا برضه، كتاب اصول الوصول الى الله للشيخ محمد يعقوب. اصول الوصول الى الله من اجمل الكتب. طيب طب بس هنعمل بيه ايه بقى؟ يعني احنا مين ياخد الكتاب ده يا جماعه؟ احنا قلنا ده اسبوع التسخين او التشحيم او التزييد، مين ياخده ويختم المصحف الاسبوع ده ويصوم الاثنين وخميس؟ طب خد يا اتفضل. انا نفسي الناس اللي قدام يعني ايه تنزل شويه عشان الناس اللي ورا تبان. المصحف القيم ده يا جماعه، المصحف الجميل ده، اقول له نيم ده اهو. لا الناس اللي ورا، الناس اللي ورا، مين ياخد المصحف ده؟ عايزين يا جماعه الناس اللي ورا دي تنشط معانا. مين ياخد المصحف ده وحاجه خفيفه خالص اهي، هيقرا بس جزئين كل يوم الاسبوع؟ لا الناس اللي ورا يا جماعه. طب الاخ ده، الاخ ايوه انت النضاره، كل حاجه موضوع كبير. احنا هنقفل الموضوع الليلة على ما هو عليه، لان الموضوع الليلة كبير جدا بصراحة. وان شاء الله باذن الله هذه الكتب نحاول ان احنا يعني نوزعها على ايه، على حاجات بقدر يعني غلو الكتاب او القيمة بتاعة الكتاب. طيب يا جماعه يعني هي الجمعيه الخيريه وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى، وده رزق لينا الليله. فيعني احنا هنلم صدقات الليله باذن الله سبحانه وتعالى. المره اللي فاتت واحنا بنوزع الفلوس على مرضى السل، لاحظت ان في مرضى ممكن يقعد 6 شهور يتعالج زي مريض السل، مريض تاني عمره ما هيشتغل تاني زي مريض الفشل الكلوي، مريض ممكن ربنا يتوفاه زي مريض السرطان. فالناس دي بتبقى قصارها بلا عائل طول ما هي بتتعالج. فالمره دي ان شاء الله عايزين نلم لمرضى السرطان والمرضى الفشل الكلوي، عشان الاثنين دول بالذات ما بيقدروش يشتغلوا، والاسر بتاعتهم بتبقى بلا عائل تماما، وعايزين حتى نبقى نكرر هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يا جماعه صدقت الاسبوع ده ان شاء الله، الجمعيه تبقى موجوده بره ان شاء الله بعد صلاه العشاء، هنلم المرضى السرطان والمرضى الفشل الكلوي باذن الله سبحانه وتعالى. وعايزين نطبق حديث فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه، عايزين نتدرب قلبيا على ان احنا نتعامل مع الله بلا حساب حتى يعاملنا الله بلا حساب. اللهم انا نسالك ان تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما اسرفنا، وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بيض وجوهنا، وطهر قلوبنا، وزك انفسنا، ونقي صحائفنا، واغفر ذنوبنا، واصلح عيوبنا، وثبت قلوبنا، واجعل اسعد ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم انزل من انوارك ونفحاتك وعطاءاتك على قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على طريق الهداية، اللهم ثبتنا على طريق الاستقامة. اللهم اشرح صدورنا لعبادتك، اشرح صدورنا للقيام والصيام. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور، اجعلنا من العباد الصوامين القوامين.
الذكارين الشكارين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اصلح احوالنا، اللهم نجح اخواننا الطلبة في الامتحانات يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم يسر على المعسرين، اللهم سدد الديون على المدينين، اللهم اشف المرضى وفرج كربات المحتاجين، اللهم فرج كربات الارامل والمساكين، اللهم فرج كربات اليتامى يا رب العالمين. يا رب اهد شباب المسلمين، اهد فتيات المسلمين، حجب نساء المسلمين، زق قلوب شباب المسلمين، انزل هدايتك على اهل مصر يا رب العالمين. اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعبادا وعابدات وعلماء وعالمات، اللهم اخرج منا ذاكرين وذاكرات وقوامين وقوامات وذكارين وذكارات. اللهم عافنا في قلوبنا فلا تحب الاك، وعافنا في اعيننا فلا ترى الا ما يرضيك، وعافنا في ابصارنا فلا تنظر الى حرام، وعافنا في اذاننا فلا تسمع الى حرام، وعافنا في السنتنا فلا تغتاب ولا تنم ولا تنطق بحرام، وعافنا في بطوننا فلا يدخل فيها الا الطعام الطيب الحلال يا رب العالمين. اللهم اعنا على طاعتك، تقبلنا في الصالحين، تولنا ولا تتولى عنا، استعملنا لنصرة دينك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، لا تذروا فرجات للشيطان، اقبلوا على الله تعالى بقلوب خاشعة. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون،
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر